بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة امبارح في احتفالية رائعة أو مؤتمر رائع جدا لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، كابتن خطيب كان واقف على المسرح وكل الناس بتتفرج على ما حدث خلال 4 سنوات داخل النادي الأهلي. 4 سنوات من أصعب 4 سنوات مروا وعدوا على النادي الأهلي. كل الكلام ده الحقيقة كان امبارح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شرح كل هذه الأمور، وشرح يعني إيه شركات الأهلي خلال الفترة القادمة، وكيف يستقبل النادي الأهلي مستقبله خلال الفترة اللي بعد كده، لأنه كل جمهور النادي الأهلي كان عايز يعرف يعني إيه شركة الأهلي لكرة القدم، كان عايز يعرف يعني إيه شركات الأهلي المختلفة اللي موجودة. امبارح الحقيقة شرح وافي وواضح جدا لكل أعضاء الجمعية العمومية ولكل جمهور النادي الأهلي. كل جمهور النادي الأهلي كان ينتظر هذا المؤتمر الحقيقة الرائع، شكلا وأداء وكلاما وحديث راقي جدا من الكابتن محمود الخطيب. حضراتكم سمعتوا امبارح كابتن محمود الخطيب بيقول انا عملت، حضراتكم سمعتوا امبارح كابتن محمود الخطيب بيتكلم على مجالس اداره النادي السابقه ازاي، دروس مستفاده كثيره جدا جدا طوال المؤتمر امبارح. كل المؤتمر الحقيقه كان دروس، دروس في التنظيم، دروس في الشكل العام، دروس في النقل الحقيقه عملتها قناه النادي الاهلي من خلال النقل اللي حضراتكم شفتوه، واللي انا بشكر حضراتكم جدا جدا على اشاده الجميع الحقيقه بما حدث من نقل على شاشه قناه النادي الاهلي والتغطيه ما قبل المؤتمر وما بعد المؤتمر. فالحقيقه كل حاجه كانت رائعه. كشف حساب بيعمله كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وكل أعضاء المجلس زي ما حضراتكم شايفين كانوا متواجدين. هل حضراتكم شفتوا في أي نادي آخر أعضاء مجلس إدارة سابقين متواجدين في مؤتمر بيعمله رئيس مجلس الإدارة علشان يقول اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت؟ شفتوها في حتة؟ قد ايه الاحترام وقد ايه الاخلاق وقد ايه المبادئ هي التي تسيطر على النادي الاهلي في كل شيء وعلى جمعياته العموميه. بصوا حضراتكم الناس قاعده ازاي، الناس قاعده بتستمع وبتنصت الى رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وهو بيتكلم عن كل شيء. كل شيء قال على فكره في المؤتمر الكابتن خطيب، قال لك احنا عملنا لعبنا 4 بطولات مثلا، يعني خدنا بطولتين وخسرنا بطولتين ووصلنا النهائي مره في البطولات الافريقيه. قال في كل شيء، اتكلم في كل حاجه، قال لك مفيش مجلس اداره بيعمل كل حاجه 100%، ما بياخدش يعني كل البطولات. ولكن هل حضرتك وانت قاعد بتتفرج على المؤتمر تخيلت ان ممكن الكابتن محمود يجيب لحضراتكم لأعضاء الجمعية العمومية ولأعضاء النادي أو لمحبي النادي الأهلي في العالم كله امبارح الحقيقة وهم بيتفرجوا كانوا مبسوطين وسعداء ليه؟ لأنه كان بيقول أنا قلت كرئيس مجلس إدارة ومعايا مجلس إدارة محترم جدا، قلنا هنعمل 1 2 3 4 في عائلة الأهلي، وجاب الكتيب وحطه على الشاشة وحضراتكم شفتوا اللي حصل امبارح. حاجة محترمة جدا، تكريمات بكره ان شاء الله طبعا وكالعاده، يعني مش مضطر ان انا اقول هذا الكلام، ولكن كالعاده الحقيقه بكره ان شاء الله تكريم الكابتن حسن حمدي وتكريم كابتن حسن مصطفى اللي قرر الكابتن محمود الخطيب ان هم يكونوا من اوائل المكرمين للكابتن خطيب للمكرمين للنادي الاهلي. بكره ان شاء الله على شاشه قناه النادي الاهلي هتلاقوا حفل التكريم متواجد وتتفرجوا عليه براحتكم وانتوا قاعدين. حاجه هتبقى محترمه جدا 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 وتليق الحقيقه باسمين كبيرين خدموا النادي الاهلي لفترات طويله جدا جدا من حياتهم. انا بشكر الحقيقه كابتن محمود الخطيب، بشكر كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على هذا الشكل الرائع اللي ظهر بيه هذا المؤتمر. كم ناس كابتن محمود الخطيب اتكلم عنهم في كل حاجه، اتكلم عن وليد مبروك رئيس اللجان العليا، اتكلم عن الحاج محمد يوسف شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، اتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ، اتكلم عن بيتسو موسيماني، اتكلم عن كابتن ثابت البطل الله يرحمه، اتكلم على ناس كتيره جدا. ولكن يظل دائما خلال 3 سنوات ونصف العميد محمد مرجان
المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي ونائب رئيس شركة استادات الوطنية. الحقيقة له مقدار خاص وله وضع معين خلال 3 سنوات ونصف. للناس القريبة من النادي الأهلي عارفين أن هذا الرجل محمد مرجان عمل شغل رائع جدا 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 داخل النادي الأهلي خلال 3 سنوات ونصف كان متواجد فيهم. أصعب 3 سنوات الحقيقة ونص عدوا على النادي الأهلي لأشياء كثيرة جدا جدا جدا، حروب على النادي الأهلي من كل حتة، أمور كثيرة جدا جدا كانت بتحصل، كان دائما بيتصدى ليها العميد محمد مرجان، وده مش كلامي الحقيقة ولكن كلام رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. خلينا نروح للعميد محمد مرجان. يا سيادة العميد ازاي حضرتك يا فندم؟ طبعا العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي. ازاي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام مساء الخير، ازي حضرتك يا كابتن؟ مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني اولا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، ده اولا. ثانيا اعتقد تكريم في محله، وقد ايه ان الكابتن خطيب يقول هذه الكلمه، يقول ان انا الكابتن محمود الخطيب والعميد محمد مرجان احنا بس اللي عارفين اللي حصل خلال 3 سنوات ونصف من الازمات الكثيره جدا، ولكن بوجود العميد محمد مرجان اعتقد امور كثيره عدت. يعني طبعا يعني الحمد لله رب العالمين يا كابتن اسلام. الاوان لازم اشكر كابتن محمود الخطيب، يعني لازم اشكر كابتن محمود الخطيب برئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ويعني في الاخر حبيبه اللي هو حبيبنا كلنا والاقرب للقلوب دايما يعني. طبعا. واشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي هم سمحوا لنا ان احنا نكون موجودين في الفتره دي، او اللي انا اكون متعاون، او زي ما انت بتقول النهارده كنت جزء من التاريخ في الفتره دي للنادي الاهلي، او في الفتره دي كانت اصعب مع النادي الاهلي، فلازم اشكرهم واوجه لهم كل الشكر. الحاجه الثانيه الاهم ولازم الناس تبقى عارفاها كويس جدا، النادي الاهلي اصعب حاجه اللي انت تكون شغال في مكان انت متربي فيه او انت متواجد فيه واولادك واسرتك وعائلتك كلها موجوده فيها، لان في الاخر خالص اللي بيبقى بعد المنصب مش اثناء وانت موجود في المنصب، فهو ده كان الشغل الشاغل من اول يوم. وهي الحمد لله ما كانتش اول مره ان انا اشتغل في النادي، انا يمكن كنت لعبت ومارست الرياضه، وبعد كده انا مسكنا جهاز السباحه الحمد لله فتره، وبعد كده مدير المطار اما كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه ويخليه لينا طبعا اخترنا ان احنا نبقى موجودين. وفي نفس الوقت اما مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب وكابتن محمود الخطيب اختارنا يبقى مدير تنفيذي، كان الشغل الشاغل ازاي هتخرج اليوم اللي هتخرج فيه وانت مسلم الامانه بشكل كويس، وتبقى قاعد ترجع تاني في يعني في وسط بقى اعضاء الجمعيه العموميه، ده مسؤوليه صعبه جدا. نعم. والحمد لله متهيألي ان انا على الاقل قدرت بقدر الامكان ادي الدور ده بشكل كويس، وهقول طبعا بشكر اعضاء الجمعيه العموميه وبشكر كل العاملين اللي اشتغلت معايا والمسؤولين اكثر من اخوات، وبعتذر لو كنت قصرت في حد او كنت ضايقت حد، ولكن هي بحكم المكان يعني، لكن في الاخر احنا في الاخر ده النادي وده اللي احنا بنخرج وبنروح فيه وبيتنا اللي احنا اتعلمنا فيه كل المبادئ والاخلاق والرياضه، فالحمد لله. اللقطه اللي قدامنا دي يا سياده العميد اعتقد لقطه رائعه جدا، حضرتك كنت متواجد وقاعد، والحقيقه حاجه كانت لقطه رائعه جدا جدا جدا. حسيت بايه ساعتها يا فندم؟ لا بصراحه هو كابتن محمود الخطيب لازم يفاجئك دايما يعني، هو محمد بصراحه لا يعني شوف هو يعني في ناس خلي بالك يا كابتن اسلام، في ناس عملت احسن مننا كتير ومحدش طبعا يعرف عنها حاجه، وفي ناس خدمت النادي الاهلي كتير، فاهم قصدي ازاي؟ فانت كون اللي انت اسمك يتقال وسط مجموعه يعني بذلت جهد وعملت وبتحب مكانها وبتحب ناديها، فده بالنسبه لك منتهى السعاده، وخصوصا لما بتبقى مش موجود يعني. خلي بالك عارف لما بتبقى موجود ولسه شغال في المكان مش زي ما انت سبت المكان والناس تشكرك بالخير. طبعا دي كانت حاجه بالنسبه لي كبيره جدا جدا يعني، وهرجع اقول تاني اتمنى ما كنتش اثرت في تاديه الوظيفه او تاديه المهمه مع اللي انا كنت موجود فيها. يعني اعتقد ان ده ما حصلش، لانه يعني لغايه دلوقتي حضرتك لما بتبقى متواجد الحقيقه في النادي يعني كل الاعضاء بيبقوا ملفوفين حواليك وبيجوا يسلموا عليك، يعني لغايه دلوقتي انا بشوف الكلام ده بعينيا، وكل الناس اللي موجوده في النادي بتشوف هذا الكلام. زي ما حضرتك قلت ان ما قبل او اثناء التواجد ده متاح، او يعني اثناء التواجد في الوظيفه ده متاح، لكن ما بعد الوظيفه هو ده اللي بيبقى دائما، وهو ده اللي احنا بنتعلمه دائما داخل النادي الاهلي، ان انت لازم تطلع الناس كلها بتحبك والناس كلها عارفه انت عملت ايه داخل هذا النادي الكبير. هو في اي مكان مش النادي بس والله، يعني شوف انا يمكن ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا اللي انا من وانا صغير من اول ما ابتديت الحياه العمليه كنت دايما في اماكن الحمد لله رب العالمين
قريبه من اصحاب القرار، وكنت بتسيبها اهم حاجه تكون انت سايب اثر طيب او ذكرى طيبه في نفوس اللي موجودين حواليك. ايوه فاهم. هي دي ده الحياه، ودي الرساله اللي انت بتحاول تأديها عشان خاطر اجيال جايه، عشان خاطر ولادك، وعشان خاطر انت اتعلمت من اللي قبليك ايه. يعني في ناس عظماء كتير الواحد اشتغل معاهم، عشان مش عايز اقول اسامي وانسى حد، لكن عظماء انت اتعلمت منهم. وبعد كده مفيش انسان كامل، كل واحد ليه اخطائه، ايجابيات وسلبيات. اهم حاجه وانت موجود في مكانك دايما بتبقى بتدير الملف اللي انت بتديره او الوظيفه اللي انت، ما بقاش في شخصنه للامور وتكون على مسافه واحده من كل الناس. انت بتأدي وظيفه، بتأدي لوائح موجوده كل الناس ملتزم عليها، بتنفذ هذه اللوائح على بيتك وعلى اسرتك وعلى اقربين ليك قبل اي حد، ويمكن الناس كلها عارفه الكلام ده. نعم. وهو ده اللي احنا اتعلمناه من كابتن حسن، اتعلمناه من كابتن الخطيب، اتعلمناه من الناس المحترمه اللي هم احنا حظنا كان كويس ان احنا كنا جنبهم. يعني انت النهارده وحاجات كلها خلي بالك بسيطه جدا، يعني انت بتقعد مع كابتن حسن في اجتماع في المبنى الاجتماعي مثلا، وممنوع حد يطلع غير الاعضاء العاملين، وتلاقيه بيستاذن ان هو ينزل يشوف احفاده. مظبوط. رئيس النادي الاهلي. مظبوط. الحاجه البسيطه دي بتزرع جواك، عشان كده احنا بنقول واحنا في اماكننا النهارده انت بتلتزم بلوائح معينه، ويبقى ليك اسلوب معين عشان خاطر انت هتاثر في جيل طالع. هتاثر في جيل طالع يحب ناديه، هتاثر في جيل طالع يحب بلده، وهتاثر في جيل طالع دايما يبقى عنده انتماء واخلاص. فالحاجات الصغيره دي ارجو للناس تاخد بالها منها كويس قوي قوي، عشان خاطر ده انت بتسيب اثر في نفوس اجيال طالعه بتشوف هتعمل ايه الفتره اللي جايه. مظبوط مظبوط. ربنا يكرمنا. سياده العميد برضه عايز اسالك، 3 سنين ونص الكابتن خطيب حتى قال كده على المسرح، قال كده، قال انا والعميد مرجان، او انا ومرجان بما انه يعني اخوك الكبير يعني، فقال انا ومرجان بس اللي عارفين ايه اللي حصل خلال ال3 سنين ونص. يعني ايه اللي حصل يا فندم عشان الكابتن خطيب يقول كده؟ لا بص، لا الحمد لله الاحداث كتيره. لكن انا هرجع اقول تاني، هو الكابتن خطيب عمل البرنامج الانتخابي، ويمكن ممكن يكون اول رئيس مجلس اداره عمل برنامج انتخابي بالشكل ده. خلاص. والعلاقه مع كابتن خطيب هتلاقيه كابتن خطيب دقيق جدا ومنظم جدا ومتعب جدا برضه، عشان بس تبقى عارف، وما بيحبش يقول حاجه غير اما بينفذها. مظبوط. احنا قعدنا من سنه انا وهو قبل حتى نهائي افريقيا اللي هي البطوله التاسعه، فكنا بنسرد الجدول الكتيب بتاع الجمعيه العموميه وبتاع اللي هو عائله الاهلي. عائله الاهلي. ايوه فندم. فبقول له يا كابتن احنا يعني الحمد لله احنا بنسبه 98% من سنه، نسبه 98% احنا انجزنا كل البرنامج الانتخابي. رغم ظروف كورونا اللي احنا تعرضنا لها، رغم في حاجات وحاجات، يعني اللي فاضل حاجات الناس هتعذر، يعني لازم الناس هتعذر ان انت تعرضت لحاجات كتير جدا جدا. مظبوط. خلاص. وكان الهدف الاساسي وبصراحه ربنا ده التارجت اللي هو اشتغل عليه واشتغل عليه بقوه جدا، ازاي تعيد النادي الاهلي لبطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا ثاني بعد غياب 7 سنين، ازاي تعيد النادي الاهلي يسافر بطوله العالم ويشارك بطوله العالم ثاني. هو ده في حد ذاته يعني نجاح كبير جدا جدا. وعشان النادي الاهلي مش نادي كوره بس، لا ده نادي الاهلي بقى مؤسسه رياضيه كبيره جدا واجتماعيه وثقافيه، واحنا شفنا الكلام ده برضه خلال 3 سنين ونص. كنا شغالين على التوازي، لجان بصراحه ربنا بتبذل جهد من اول لما اتعملت لجان الاستاذ محمد يوسف وبعد كده استلم الاستاذ وليد مبروك، باللجان اللي موجوده بذلت جهد غير عادي، ده داخل النادي على المستوى الاجتماعي، النشاط الرياضي كابتن رفعت عبد القادر بكتيبته بذل جهد غير عادي، وفي الاخر كل الامور بقت ميسره، وقطاع الكوره اصبح ملف هو كابتن خطيب بيديره كمشرف عليه، عشان ازاي بقى كلنا هنفرح. خلي بالك الكوره برضو ليها، لازم الناس ليها النصيب الاكبر يعني. طبعا. فالحمد لله. يمكن هو قال كلمه امبارح، التابلو اللي الناس شافته امبارح ده صعب قوي 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 حد يجمعه غيره هو شخصيا. يعني انا براهن على هذا الكلام، اللي انت يبقى عندك مختلف الاشخاص ومختلف الطباع ومختلف الاسلوب في تطبيق العمل، هو قدر. واحنا الحمد لله ممكن اكون كنت سند او ساعدته، ما اتمناش ان انا اكون كنت تعبت في يوم من الايام، يعني اللي احنا قدرنا نجمع التابلو ده كله يشتغل مع بعض، كل واحد في اللين بتاعه اللي بيأدي دوره بمنتهى الامانه، عشان خاطر نوصل لاخر الصوره دي. خلي بالك في اول مره برضو في تاريخ النادي الاهلي، واحنا شفنا الحمد لله اساطير عظام جدا جدا، اللي فيه رئيس نادي يقف على ستيج وبيقول لك كشف حساب، ما حصلتش. مظبوط. هو حاطط حاجه جديده هتتعب الناس كلها اللي جايه، وهتتعب يعني لازم هو الفتره اللي جايه برضه هيعمل كده. النهارده امبارح كابتن محمود خطيب وقف عمل كشف حساب للبرنامج الانتخابي. يعني متهيألي في رضا كبير من اعضاء الجمعيه العموميه،
دول الاهم، ورضا كبير من جماهير النادي الاهلي، وهم طبعا الداعم ليك على طول كل وقت. يعني مش هسيب حضرتك طبعا غير لما تقول لنا بسم الله ما شاء الله تطور واضح الحقيقه من شهر مارس اللي فات الحقيقه حتى الان في شركه استادات، شغل رائع في انديه سيتي كلاب. الحقيقه الوضع مختلف تماما من شهر مارس وحتى الان، والامور ماشيه على اكمل وجه. ايه التطور اللي ممكن يحصل خلال الفتره القادمه يا فندم؟ لا ما هو الحمد لله ده التحدي الاكبر بقى، انا وسيف الوزيري ورئيس مجلس الاداره واستاذ اعضاء مجلس الاداره، ده تحدي كبير جدا جدا بنتحرك فيه. بس خلاص بقى نقلنا من ملف النادي الاهلي وموجودين في النادي الاهلي الملف، انت لازم تكون على مسافه واحده من كل الناس، وبتأدي دور مهم جدا جدا للدوله المصريه، وده حق بلدنا علينا احنا نعمل كده. اللي احنا النهارده ازاي بنعمل تنميه في كل المحافظات النهارده، ووجود بنيه تحتيه محترمه تليق بابنائنا في كل المحافظات. الشركه الحمد لله رب العالمين ما بتبخلش بجهد، احنا في اقرب او اسرع فرصه فتحنا 7 فروع الحمد لله، بدايه من شهر 4 لغايه شهر 9 ابتدينا النشاط الرياضي بيشتغل على مستوى المحافظات، لقينا اقبال ولقينا تعاون من برضه أسرة سيتي كلاب. هقول لك أنا زي ما أنا طلعت النادي الأهلي عائلة النادي الأهلي فعلا بقى فيه النهارده، وده كان أجمل حاجة كابتن حضرتك طيب قالها، عائلة النادي الأهلي النهارده بقى فيه عائلة في سيتي كلاب وعائلة شركة السادات. إزاي النهارده بتبقى في كل مؤسسة أنت بتاخد الأفضل فيها وبتحاول تطبقه. نعم النهارده إحنا عندنا أكاديميات شغالة بشكل الحمد لله محترم، وأسماء كبيرة جدا يا فندم حضراتكم جايبينها. فضل ونعمة عند ربنا، نجوم مصر في كل لعبة، نجوم مصر على مستوى أندية مصر كلها، سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، وده دورنا، ده دور الرياضه يعني. فالحمد لله احنا بنجتهد وربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخله، العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه استادات. زي ما حضراتكم شفتوا العميد محمد مرجان له دور كبير جدا جدا بجانب كل اعضاء مجلس الاداره الحقيقه خلال 3 سنوات ونصف من العمل الشاق والعمل المضني. هو الحقيقه ما اتكلمش في حاجات كتيره جدا لانه طبعا طبيعه شغله تحتم عليه هذا الامر، ولكن 3 سنين ونص يمكن انا كنت شاهد على جزء كبير جدا جدا من اللي كان بيحصل خلال هذه الفتره. العميد محمد مرجان له دور مؤثر جدا جدا طبعا بعد قرارات الكابتن محمود الخطيب. عميد محمد مرجان او المدير التنفيذي هو اللي بينفذ قرارات مجلس الاداره على الارض وعلى الواقع، وبالتالي كان وقت رائع جدا على الرغم من صعوبه هذا الوقت. الحقيقه ايضا تكريمات كثيره جدا واسماء كبيره جدا كانت متواجده طوال المؤتمر امبارح، وده اللي فبيدل على قيمه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. الراجل ما بينساش حد، كابتن خطيب ما بينساش حد، ما بينساش حد، بيتكلم عن كل الناس، بيتكلم عن العميد محمد مرجان اللي هو بيشتغل في شركة استادات دلوقتي نائب رئيس شركة استادات، بيتكلم عن وليد مبروك اللي هو رئيس اللجان العليا في النادي الأهلي، بيتكلم عن الأستاذ محمد يوسف شركة الأهلي المدير التنفيذي شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي، بيتكلم عن كابتن ثابت البطل الراحل العظيم الحقيقة كابتن ثابت البطل، بيتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ وما تعرض له خلال الفترة السابقة من أمور كثيرة جدا، بيتكلم عن بيتسو موسيماني اللي الفترة اللي فاتت تحديدا كان في كلام كتير وكبير جدا جدا على بيتسو موسيماني، ولكن الكلام اللي قاله كابتن محمود امبارح هو كلام رائع جدا للي حصل الفترة السابقة واللي جاي ان شاء الله كمان. اتكلم عن عظماء واسماء كبيرة جدا، اتكلم ياسين بيه منصور، اتكلم ايمن بيه حافظ، وكل المجموعة اللي موجودة الحقيقة رؤساء الشركات اللي كانوا موجودين كلهم الحقيقة كانوا قدموا برزنتيشن أو قدموا تصور لما هو قادم أو كيف أو مستقبل النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. الحقيقة إذا كان هناك شيء رائع فاللي احنا اتفرجنا عليه امبارح، اللي احنا اتفرجنا عليه امبارح التابلو اللي حضراتكم شايفينه ده، ولكن كل الأسماء اللي ذكرت، كل الأسماء اللي اتقالت الحقيقة وفاء ما بعد وفاء، احترام ما بعد احترام. كابتن خطيب وهو واقف بيتكلم، بصوا حضرتك واقف بيتكلم ازاي؟ يعني بنتعلم منه ازاي نتكلم؟ ازاي ان انت اعضاء مجالس الإدارة كل كلمة بيقولها كابتن خطيب بيقول احنا بنكمل اللي كان بيعمله اعضاء مجالس الإدارة السابقة. ما قالش مثلا فلان الفلاني ولا رئيس مجلس الإدارة السابق عمل مشكلة أو اللي قبله أو اللي قبله أو اللي... لا لا خالص، ما حدش، مش النادي الأهلي اللي بيتكلم في كده يا جماعة خالص. النادي الأهلي ما بيتكلمش في الكلام ده. النادي الأهلي
لما بيتكلم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لما بيتكلم بيبقى عارف إن من 1907 وأجيال بتسلم أجيال. كابتن خطيب أعلن ترشحه الحقيقة امبارح لمجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وحاجة غريبة جدا إن أنت خمس أيام لغاية دلوقتي، هي حاجة مش حاجة غريبة للأهلاوية، هي ممكن تكون حاجة غريبة لبعض من لا يشجع النادي الأهلي. حتى الآن لم يتقدم أحد في انتخابات النادي الأهلي، الوحيد اللي أعلن ترشحه هو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة الحالي بس، محدش تاني. طيب خلينا نروح أيضا لأحد المكرمين الحقيقة، واللي برضو كان ليه جهد كبير الحقيقة خلال الفترة السابقة في شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، أستاذ محمد يوسف. أستاذ محمد، زي حضرتك يا فندم، ويعني امبارح تكريم رائع، بنعتبره تكريم رائع. الله يخليك كابتن اسلام، منور الشاشه وقناه النادي الاهلي دايما منوره بيكم وكل القائمين عليها. ربنا يخليك يا فندم. لما الكابتن خطيب وكل مجلس الاداره المحترم لما بيكرمنا بهذا الشكل، ده بيزيدنا عطاء واصرار ان احنا نبذل اكثر ما وسعنا لخدمه جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي على قدر المستطاع طبعا، وفي ظل هذه الامكانيات المتاحه. لكن الحمد لله احنا قدرنا في الفتره اللي فاتت نجاحات كثيره جدا، برضه في اطار تعاون مشترك بيننا وبين شركه برزنتيشن لايف. للامانه ما احناش لوحدنا، اعتقد ان الفتره اللي فاتت كانت فتره مثمره جدا جدا. يعني حضرتك كنت عارف ان كل ده هيحصل يا استاذ محمد، ولا فوجئت بالكلام ده على الشاشه؟ خالص تمام والله تمام، ما كانش عندنا اي معلومه عن محتوى البرزنتيشن العظيم اللي احنا شفناها امبارح، سواء اعضاء النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي او حتى الاعضاء اللي كانوا حوالين الشاشات. ايوه، لكن ما كانش عندنا يعني اي ادنى فكره. تعرف ان الكابتن محمود دايما ربنا يكرمه كده بيفاجئنا بكل الحاجات الجميله اللي احنا بنشوفها منه بصراحه. امبارح البرزنتيشن كانت رائعه جدا جدا جدا. اعتقد ان هي ادت لاعضاء النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي فكره عن كل ما تم والانجازات اللي تمت والمجهود اللي بذل في الاربع سنوات اللي فاتت، وده بيزيدنا برضو اصرار على الاربع سنوات اللي جايه ان شاء الله. الكابتن خطيب اعلن امبارح بشكل رسمي ترشحه لفتره النادي الاهلي القادمه، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكثر اصرارا يكون ليها عائد جيد على اعضاء النادي الاهلي في النادي الاهلي ان شاء الله. يعني انا كنت لسه بتكلم في موضوع ان احنا كنت بقول ان هي يعني مش غريبه للاهلاويه، ولكن غريبه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، ان حتى الان ثلاث ايام او اربع ايام من فتح باب الترشح ومحدش نزل. حضرتك يعني برضو من الناس اللي طول عمرها في النادي الاهلي، ممكن تشرح لنا الفكره في هذا الامر؟ ده ترسيخ لمبدا الاهلي في الجميع، ان الكل بيتنازل عن طموحاته في سبيل النادي الاهلي. نعم. فبالتالي لما بنقترب من موعد الانتخابات وفاضل ثلاث ايام على غلق باب الترشح، ولغايه دلوقتي حتى الاعداد المتقدمه بغض النظر عن مين من القدامى او اي حد يعني، لكن ده في الاخر بيقول ان الكل هيدوب وهيتنازل لمصلحه النادي الاهلي. هو ده التجسيد من وجهه نظري انا الشخصيه يعني. اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي ان الاهلي اي حد من ابنائه زي ما الكابتن دايما وزي مجلس الاداره ما بيتكلم، زي ما الكابتن حسن ربنا يديله الصحه برضه، عن في حفل بكره للكابتن حسن والدكتور طبعا اعلنا، علمونا ان مبادئنا بتقول كده، ان احنا كلنا هندوب وهنصغر لمصلحه النادي الاهلي. مين ينزل مين يبقى موجود في الاخر هو هيبقى في خدمه الكيان. يعني الحقيقه امبارح حتى اداء الكابتن على المسرح كان رائع جدا، كلامه في الاخر اللي هيجي بعدنا يعمل كده، لو احنا كملنا هنكمل، لو احنا يعني دي الفكره اللي احنا دايما بنتكلم عنها، ان في النهايه النادي الاهلي هو فوق جميع ابنائه وجميع اعضاء جمعيته العموميه وجمهوره. الحقيقه يا حاج محمد، جيل بيسلم جيل. أيوة. اللي احنا قلنا عليه تواصل الاجيال، وبالتالي ما بيفرقش مين اللي يكون موجود، لان في الاخر سيستم النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي هو اللي بيبقى متبع. القائمين عليه هم اللي بيرانوا السيستم دوت بغض النظر عن مين اللي موجود. برضه تاني ده ترسيخ لمبدا تواصل الاجيال. متاكدين اللي هيختاروا الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله وهيقود المسيره في الاربع سنوات اللي جايه، اكيد هيكون في خدمه الكيان، واكيد هتكون فريق عمل متناسق، وان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب. يا رب ان شاء الله. اشرح لنا بقى ايه اللي ممكن التطوير اللي يحصل في شركه الاهلي للانتاج الاعلامي خلال الفتره اللي جايه من وجهه نظرك. والله في شويه خطط كده احنا بندرسها، انت عارف برضه احنا في النادي الاهلي متعودين ان احنا طبعا مش ما نقدرش نتكلم في حاجه الا لما نكون درسناها بشكل جيد جدا. نعم. لكن فعلا ان شاء الله في الفتره اللي جايه في مشروع او اثنين ان شاء الله هيضيفوا كتير جدا لشركه الانتاج الاعلامي، وانا دايما باكد على ان شركه الانتاج الاعلامي والشركات الاخرى اللي انشئت في خلال
الاربع خمس شهور اللي دول هما ذراع ان شاء الله هيكونوا ذراع اقتصادي للنادي الاهلي وهيقدروا يزودوا اقتصادي واستثماري. مظبوط. طبعا طبعا استثماري للنادي الاهلي ويقدروا ان هم ان شاء الله حجم الميزانيه حتى اللي كانت عرضها امبارح تزداد، لكن ان شاء الله في مشروع او اثنين باذن الله هنعلن عنه في الوقت المناسب وهيكونوا طفره كبيره جدا لشركه الاهلي الانتاج الاعلامي، زائد استمرار التعاون المشترك مع شركه برزنتيشن لايف واللي هي واخده حق الاداره حاليا، والحمد لله في تناغم كامل من خلال مجلس الامناء كمان بين الشركتين. الحقيقه انا بشكرك جدا يا استاذ محمد على وجودك معانا، المدير التنفيذي لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي واحد المكرمين الحقيقه في مؤتمر الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته امس. الحقيقه انا برضو وانا بتكلم مع حضراتكم عايز اقول لحضراتكم ان ميزانيه النادي الاهلي بناء على الكلام اللي قاله كابتن خطيب امبارح، وطبعا دي هتعرض على الجمعيه العموميه كمان كام يوم، 2 مليار وشويه. تخيل حضرتك ان احنا بنتكلم على ميزانيه نادي 2 مليار وشويه. هذا هو النادي الاهلي، وهذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي في ظل ايه كمان؟ في ظل ان انت عندك جائحه على العالم كله، جائحه كورونا موجوده، في ظل ان انت عندك عمال بعدد كبير جدا، موظفين بعدد كبير جدا، لاعبين في كره القدم وفي كل الالعاب، ومحدش وقف مرتبه شهر. محدش وقف مرتبه شهر، زيادة المرتب كانت بنسبة 50% عن الأربع سنوات السابقة. تخيل حضرتك إن حضراتكم بتتكلموا عن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة جدا اللي كان بيمر بيها العالم كله، العالم كله، ميزانية النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين، وده كلام مش يعني ده كلام احنا مش بنقوله وخلاص، ولكن ده كلام هيعرض على أعضاء الجمعية العمومية والناس كلها هتشوفه. في 2021 2 مليار 539 مليون جنيه ميزانية النادي الأهلي، ولسه خلال الفترة اللي جاية الاستثمارات اللي هيتم ضخها من خلال شركة الكورة وبقية الشركات اللي موجودة وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وبقية الشركات، أعتقد أن الاستثمار اللي الكابتن محمود اللي عايز يعمله استثمار مهم جدا جدا جدا. هو بيعمل كده لمين؟ كابتن خطيب بيعمل كده لمين؟ لنفسه؟ يعني هيجي يوم وهيمشي كابتن خطيب. ولكن الكابتن خطيب بيعمل كده ومجلس ادارته طبعا بيعمل كده عشان خاطر النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي لما بيبقى متواجد في اي حاجه الامور الحقيقه بتبقى عايزه تفكير كبير وتفكير طويل جدا عشان اقدر اصرف على كل هذه الالعاب وعشان المركز الاول. عشان المركز الاول مش مركز تاني، المركز الاول. خلينا نروح ايضا لاحد المكرمين الحقيقه امبارح في هذا المؤتمر الكبير والرائع الحقيقه لاربع سنوات وكشف حساب لاربع سنوات، الاستاذ ابراهيم المنيسي. الحقيقه الاستاذ ابراهيم المنيسي طبعا مش بصفته بقى في النادي في قناه النادي الاهلي، ولكن هو رئيس تحرير مجله النادي الاهلي. استاذ ابراهيم ازاي حضرتك؟ ويعني حاجه جميله جدا الحقيقه هذا التكريم الرائع في هذا المؤتمر وكشف حساب لاربع سنوات. مساء الخير عليك يا كابتن اسلام. بشكر مساء الفل يا استاذ ابراهيم. كل مشاهدي الاهلي في كل مكان، وانا معاك طبعا في اللي حضرتك بتقوله، ده كان مؤتمر للنادي الاهلي. مظبوط. لمسه الشكر والتقدير من الكابتن الخطيب انا بشكره كتير عليها، وان كنت انا بادي عملي وبادي واجبي تجاه النادي. لكن المهم جدا النقطة اللي حضرتك اشرت اليها انه ده مؤتمر للنادي الاهلي، لانه الحقيقة كابتن لما نبص للموضوع من البداية لأول مرة الكابتن محمود الخطيب يستن سنة انه مرشح النادي او مرشح مجلس الإدارة كمجلس يقدم مش برنامج انتخابي ولا وعود انتخابية، يقدم نوع من التعهدات اللي بيلزم نفسه بإنجازها خلال مدة زمنية. ودي كانت نقطة مهمة جدا جدا، احنا اعتدنا في كل الانتخابات الرياضية زي الانتخابات النيابية، كل حد بيقدم وعود انتخابية وعود براقة. وبعد كده الظروف بتمشي والناس بتنسى، لكن أنا ألاقي مجلس إدارة أول ما ترشح ألزم نفسه ببرنامج محدد في كل الاتجاهات، أنا هعمل في البرنامج الإنشائي 1 2 3 4. في البرنامج الرياضي هعمل كذا، في النشاط الاجتماعي هعمل كذا. أيوة. فيما يخص عائله الاهلي حتى كان اللفظ نفسه فيه نوع من الدفء والاحتضان كاسره وكعائله الاهلي. الاقي حد يا كابتن الزم نفسه بهذا البرنامج خلال مده زمنيه محدده، ثم
تيجي نهايه الدوره فيعمل كشف حساب زي ما يكون بيقول للاعضاء هذا هو كتابي. وبعدين كشف حساب امتى يا استاذ ابراهيم كمان؟ ده كشف حساب قبل الانتخابات باقل من يعني في وقت صعب جدا بالضبط يعني. بالضبط اللحظه الفارقه اللي هو بيقول للناس ادي اللي عملته وليكم ان انتم تقيموني، اذا شايفين ان انا انجزت فانا عندي رغبه في ان انا ادخل دوره جديده. وراح حاطط في نهايه المؤتمر الحقيقه بشكل موفق جدا خطوط عريضه على ملامح الخط البرنامج الجديد بالنسبه له. مظبوط. دي مساله الحقيقه كابتن كانت مهمه جدا، وزي ما انت اشرت مهمه للنادي الاهلي ان احنا بنرتقي بالفكر الانتخابي، بنرتقي باسلوب الانتخابات، بنرتقي بعلاقه عضو الجمعيه العموميه بالنادي. حتى هو الكابتن الخطيب في ختام المؤتمر شدد على حته ارجوكوا تعالوا. أيوه. تعالوا قولوا رايكم وتعالوا اختاروا مجلسكم اللي انتوا هتحاسبوه. مظبوط. لان دي نقطه مهمه جدا، العضو لازم يمارس حقه الانتخابي وحقه الديمقراطي انه يجي يختار ويجي يحاسب. مظبوط يا فندم. استاذ ابراهيم برضو ميزانيه النادي الاهلي 2 مليار و539 مليون جنيه في ظل وضع اقتصادي صعب جدا بقاله اكتر من سنه وشويه، سنه ونص تقريبا، اعتقد ان ده شيء برضو يعني يجب ان يتم تهنئه مجلس الاداره على هذا الامر. صحيح صحيح، انا معاك انه دي ميزانية إذا ما قيست بالظروف الصعبة اللي البلد مرت بيها سواء كورونا وتوقف النشاط الرياضي وتعثر الحركة الرياضية لفترة طويلة جدا، وكمان إنه المجلس يفي بالتزاماته الإنشائية والرياضية، أنت بتحقق بطولة أفريقيا مرتين بكل إنفاقاتها والمرة الثالثة وصلت فاينل وما وفقتش لأسباب كثيرة، فأنت على الصعيد الرياضي بتحقق كل هذه الإنجازات اللي بتحتاج دعم مالي كبير وتحتاج إنفاق كبير جدا. وتنشئ انت النهارده ما شاء الله يعني استكملت خطه التطوير في مقر الجزيره التاريخي، وحولت مقر مدينه نصر الى مقر تحفه رائع جدا بكل مرافقه، ثم اكملت الخطه الانشائيه للمرحله الثانيه في الشيخ زايد، وعلى وشك افتتاح الفرع الجديد في التجمع، فان انت تنجز كل هذه الانشاءات وكل هذه البطولات الرياضيه ويكون عندك ميزانيه بهذا الحجم، لا ده يعكس نوع من الانضباط المالي الكبير جدا، ويعكس ايضا الفكر العالي في الاستثمار ان انت قدرت فعلا سواء مع شركه السادات استنبطت حاجه اسمها الوحده الاقتصاديه، قدرت تعمل فعلا مجموعه اقتصاديه جديده تدر على النادي موارد جديده، كل ده تطور في الفكر الاستثماري للنادي يا كابتن. مظبوط. يجب ان تحيي الحقيقه. طيب مجله الاهلي الحقيقه ودورها البارز والرائع خلال سنوات طويلة جدا جدا يا أستاذ إبراهيم، أعتقد أن التطور قادم قادم لا محالة بالنسبة لمجلة النادي الأهلي. المجلة إحنا مقدمين مشروع تطوير كامل لمجلس أيوة. الإدارة، كان الكابتن الخطيب والكلف الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي وعضو مجلس إدارة المجلة، عقدنا عدة اجتماعات وصلنا إلى خطة تطوير كاملة في مختلف الاتجاهات، هتقفز بالمجلة قفزة كبيرة جدا وتضعها لان هي مجله الاهلي تقدر تقول عليها كابتن الصحافه الرياضيه. نعم. اقدم صحافه رياضيه مش للانديه بس، لكل الانديه من مارس 74 مجله الاهلي صدرت، هي اقدم مطبوعه رياضيه موجوده، فبالتالي هتدخل الفتره اللي جايه ان شاء الله في مرحله تطور كبير. يعني انا بشكرك جدا استاذ ابراهيم رئيس تحرير مجله النادي الاهلي، استاذ ابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجله النادي الاهلي، ان شاء الله حضراتكم تشوفوا كل التطور ده خلال الاربع سنوات القادمه، الاربع سنوات القادمه ان شاء الله النادي الاهلي في حته تانية ان شاء الله ان شاء الله من خلال كل حاجه حضراتكم شايفينها. تخيل حضرتك ان برشلونه بيبيع ميسي عشان معهوش فلوس او عنده مشكله ماديه او مشكله اقتصاديه، تخيل حضرتك ان برشلونه، انا مش بقارن برشلونه بالاهلي ولكن انا بقارن سياسة اقتصادية ناجحة في النادي الأهلي وفي إطار مصر وأفريقيا يعني، وسياسة اقتصادية لأحد الأندية الكبيرة جدا جدا ما كانتش موفقة الحقيقة لسبب أو لآخر، وأزمة كورونا أظهرت إن هم عندهم مشاكل كبيرة جدا، وبالتالي لا شوف وقارن. ليه أنا بقارن؟ أنا بحط النادي الأهلي وبقول إن النادي الأهلي قدر خلال الأربع سنوات السابقة وخصوصا السنة ونص اللي فاتت إن هو يستطيع أن يحافظ على شكل الاقتصادي للنادي الأهلي بكل في كل المجالات بقى، مجال رياضي،
مجال الاقتصادي، مجال موظفين، مجال اي مجال حضرتك عايز، روح لاي موظف في النادي الاهلي واساله انت ليك فلوس في النادي الاهلي؟ روح لاي لاعب في النادي الاهلي قول له ليك فلوس في النادي الاهلي؟ هتلاقي بسم الله ما شاء الله كل الامور ماشيه بشكل جيد جدا، سابقين موجودين اللي جايين متاكدين، لان دي سياسه نادي، سياسه نادي، النادي بيمشي على خطى سياسه وبيحاول ان هو دايما دايما النادي الاهلي بيحاول ايه؟ يحقق الاستقرار للجميع، للجميع. الاستقرار مش استقرار النهارده او امبارح او بكره بس، ولكن الاستمراريه بهذا الشكل والاداء الرائع الحقيقه في كل المجالات، في كل المجالات. وخد بال حضرتك ان التنميه المستدامه بقى هدف للدوله، هدف دوله، هدف الدوله. فالنادي الاهلي بيحاول ان يطبق هذا الامر من خلال الاعتماد والاكتفاء الذاتي، من خلال كل الشركات اللي النادي الاهلي بيعملها، و كل حاجات، كل الشركات وكلها شركات وطنيه باسماء مصريه 100%. و الفتره اللي جايه حضراتكم هتشوفوا نقله كبيره جدا جدا للنادي الاهلي، مش في شركه الكره بس ولكن في كل الشركات الحقيقه، لان الناس دايما بتبقى شايفه ان هي شركه الكره بس هي اللي بتعمل كل حاجه، لا، في كل الشركات اللي انشاها النادي الاهلي، سواء اللي موجوده بالفعل السنوات السابقه او اللي بيتم انشائها خلال الايام القادمة. طيب عندي تقرير مهم جدا جدا الحقيقة، لأن هذا المؤتمر وأنت قاعد بتتفرج عليه تبقى مبسوط، تبقى مبسوط من شكل كابتن محمود الخطيب، مبسوط من البرزنتيشن اللي معمول على شاشة النادي الأهلي، مبسوط من النقل اللي بتعمله قناة النادي الأهلي، مبسوط من التغطية اللي بتعملها قناة النادي الأهلي قبل ما قبل وما بعد هذا المؤتمر، تبقى مبسوط بأن عندك رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة بيحترم الجميع، بيحترم الجميع، أخلاق ومبادئ وكل شيء، أخلاق ومبادئ وتطوير. بالفعل هي كان مؤتمر الأخلاق والمبادئ والتطوير. خلينا نطلع نشوف تقرير عن مستقبل كرة القدم في النادي الأهلي وإيه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة، وهتشوفوا التقرير ده من واقع رسائل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ومستقبل كرة القدم خلال الفترة القادمة. ونطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل أخبار البيت الكبير النادي الأهلي. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسائل عديدة تخص قطاع كرة القدم بالقلعة الحمراء خلال المؤتمر العام الذي عقد لاستعراض ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية من برنامج عائلة الأهلي. أفسح الكابتن محمود الخطيب المجال للأستاذ ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم لاستعراض ملامح عمل ورؤية الشركة التي تعتبر نقلة نوعية في تاريخ صناعة كرة القدم المصرية وكذلك في قطاع الكرة بالنادي الأهلي. في علم التسويق دايما يقول لك ايه، انه العلامه التجاريه دي لازم تبقى فور ايفر يونج. يعني ايه؟ يعني دايما متجدده، متجدده باولادها، متجدده بشبابها، متجدده ببطولاتها. رساله منصور جاءت موجزه ومركزه، اوضح خلالها ان شركه الاهلي لكره القدم تستهدف مواصله طريق البطولات والانجازات بالتوازي مع تحقيق الارباح ليحافظ الأهلي على لقب نادي القرن في المستقبل وللأجيال القادمة. وشرح رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم آلية تسلم المهام الخاصة بإدارة قطاع الكرة على أربع مراحل، ليكون أول تداخل للشركة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بحلول شهر يناير، على أن يكون البدء الفعلي للعمل في يوليو 2022. وجاءت رسالة الطمأنة لجماهير وأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي حين أكد ياسين منصور على أن الشركة مملوكة بالكامل للنادي الأهلي، وسيتم طرح أسهمها للاستثمار مستقبلا بنسبة لا تزيد عن 49%، ليظل حق الإدارة مملوكا للنادي الأهلي ولجمعيته العمومية، فيما سيكون مجلس إدارة النادي الأهلي هو الجمعية العمومية لهذه الشركة، مما يعني ضمانا كاملا لحق النادي فيها.
وصلت رسائل الكابتن محمود الخطيب بالثناء على روح فريق الكرة الأول خلال الأربع سنوات الماضية، مشيدا بعقلية الجيل الحالي الذي تخطى كل العقبات رغم محاولات عرقلة نجاحاته، وتوج ببطولات عديدة أبرزها بطولتا دوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، مؤكدا أن أحلام الأهلي لا حدود لها، مطالبا اللاعبين بتحقيق دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على مركز أفضل في كأس العالم للأندية المقبلة. أما على صعيد الإدارة الفنية وإدارة الكرة، فنال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إشادة كبيرة من الكابتن محمود الخطيب على تفانيه وإخلاصه وحبه الحقيقي للقلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه أحد أفضل 50 مدرب على مستوى العالم في الوقت الحالي. وأثنى بيبو على الأداء الذي يقدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ في منصب مدير كرة باعتباره أحد أبناء النادي الذين تعلموا وتربوا بين جدرانه، مشيدا بعقليته وعلاقاته الوطيدة مع جميع الأجهزة الفنية واللاعبين، كما أشاد بلجنة التخطيط لكرة القدم برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وكذلك أمير توفيق مدير التعاقدات. ولم ينسى الكابتن طه إسماعيل الذي تولى العمل في اللجنة خلال فترة سابقة. رسائل بيبو أغلقت الأبواب في وجه كل الشائعات التي روجها البعض لعرقلة مسيرة فريق الكرة بالنادي الأهلي، وأكدت أن الاستقرار والاستثمار وتحقيق البطولات واستمرار مسيرة الإنجازات ستظل أهداف نادي القرن في الحاضر والمستقبل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلينا أيضا نروح لأحد المكرمين الحقيقة في المؤتمر أمس، رئيس اللجان العليا المهندس وليد مبروك هيكون معانا بعد قليل أيضا علشان نتكلم معاه عن وجهة نظره في هذا التكريم الرائع الحقيقة في هذا المؤتمر الكبير الحقيقة اللي عمله كابتن محمود الخطيب ككشف حساب لمجلس إدارة النادي الأهلي. وزي ما حضراتكم سمعتوا خلال المكالمات الكتيرة اللي جات لنا الحقيقة النهاردة إن كل ناس بتتكلم أو الكل بيجمع على إنها أول مرة الحقيقة يكون متواجد حد يعمل رئيس مجلس إدارة يعمل هذا الكلام، كشف حساب لنفسه والمجلس إدارته خلال أربع سنوات سابقة. خلينا نعرف هذا الكلام من رئيس اللجان العليا المهندس وليد مبروك. ازيك يا باشمهندس، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ الله يخليك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن اسلام. الحمد لله حبيبي. يعني امبارح الحقيقه في المؤتمر الحقيقه لمجلس اداره النادي الاهلي اعتقد شيء رائع جدا ودور كبير للجان المختلفه الموجوده في النادي الاهلي وحضرتك الحقيقه كرئيس للجان العليا في النادي الاهلي. والله يا كابتن اسلام في الاول انا عايز اقول لك هو النادي الاهلي بالنسبه لي هو المدرسه اللي احنا بنتعلم فيها الانتماء والعطاء بدون انتظار مقابل وانكار الذات وانت ادرى واحد بدا وروح الجماعه دايما هي اللي بتميز النادي الاهلي عن اي حد، اللي احنا بنقول عليها في النادي روح الفانيلا الحمراء يعني. نعم. انا معايا مجموعه كبيره اكثر من 130 واحد رؤساء لجان ولجنه عليا واعضاء لجان. النجاح ما بيجيش مع حد لوحده يعني، انا عمرها ما بتعمل نجاح. الناس دي هي اللي نجحت وهي اللي تعبت وكلهم بيشتغلوا من بدون مقابل وبحب زي ما الكابتن قال بالظبط. والحمد لله يعني لو الناس شافتنا ان احنا نجحنا فهم السبب في النجاح ده. ويستحقوا وكل واحد فيهم هو يكون موجود مكاني في التكريم ده مش انا. يعني طبعا ده تكريم للجان في صفتك يعني كرئيس اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي. فانا امبارح الحقيقه شفت اللقطه اللي وحضرتك بتشوف او بتسمع كلام الكابتن خطيب حسيت ان انت مندهش يعني او حسيت ان انت يعني ايه اتفاجئت يعني. طبعا احنا اتفاجئنا لكن هو مش غريب على الكابتن الخطيب ولا غريب على النادي الاهلي، احنا عايشين الفتره اللي فاتت دي وانت معانا في تكريمات ورا تكريمات، فاحنا يعني لو بناخد حقنا في ان هو يحط صوره رئيس اللجنه العليا ويشكر اللجان في مؤتمر زي ده فده بالنسبه لي هو يعني اقصى ما انا كنت ممكن اتخيله، لان زي ما قلت لك انت بتشتغل وبتحب النادي والتكريم لينا من النادي بيبقى دايما حاسس بالحاجه اللي بتحصل وفي حاجه كويسه بتضاف للنادي الاهلي. فطبعا كان عندي حاله من مش عارفه مزيج من المشاعر كده مش عارفه اوصفه لك طبعا. نعم. خصوصا ان اللي علمك اللي انا قلته لك في اول الكلام ده واحد من اللي علموك الحاجات دي ان انت تدي وتخلص وتنتمي وتبقى مش مستني حاجه هو اللي واقف بيشكرك، فدي كانت بالنسبه لي يعني اكبر حاجه ممكن
احس بيها يعني وانا قاعد في المكان ده. يعني 4 سنوات لكل اللجان الحقيقه، كابتن خطيب اتكلم عن دور اللجان وتفعيل اللجان خلال ال4 سنوات بشكل كبير جدا جدا، اشرح لنا بسرعه جدا ايه اللي حصل خلال ال4 سنوات اللي فاتوا على قد ما تقدر طبعا، لانه انا عارف ان هو موضوع كبير قوي. لا هو بس هو باختصار احنا شركاء، انا والحاج محمد يوسف هو قضى نص المده وانا خدت نص المده اللي وراها زي ما بيقولوا، احنا ما بننجحش لوحدنا، بننجح باداره تنفيذيه بتساعدنا. اتغير عليا انا لوحدي 3 ادارات تنفيذيه كلهم ساعدوني بمنتهى القوه الحقيقه، الاداره التنفيذيه بما تشمله الاداره التنفيذيه. اشتغلنا على كل القطاعات، احنا عندنا 7 لجان تحت اللجنه العليا، اقولهم لك بسرعه يعني، لجنه المراه، الشباب، الطفل، الاحتياجات الخاصه، الرواد، النشاط الرياضي الترفيهي، واللجنه الثقافيه. في حاجات كتير مش احنا رجعنا الصالون الثقافي بعد سنين طويله، عملنا مشروع محو الاميه، عملنا على كل القطاعات، اشتغلنا على الطفل كتير جدا، المراه اكيد انت متابع. ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا، نعم. ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا، احنا على فكره بننظم دلوقتي عندنا ورش شغاله مسرح للولاد دول، وبنرتب ان احنا نعمل لهم مسرحيه فعلا مسرحيه، في مخرج متطوع اسمه الاستاذ فيصل الشناوي بيشتغل معانا وده تخصصه، وهتبقى حاجه يعني انا عايز اقول لك هتبسط الناس كلها، وهتبقوا يعني مبهرين باللي الولاد دول بيعملوه، والناس يعني تقريبا كلها ان شاء الله تحضر ده وتشوفه يعني. الوصول القمة سهل ولكن الحفاظ عليها صعب جدا، 4 سنوات إن شاء الله قادمة، إيه اللي ممكن يحصل فيها من وجهة نظرك؟ بص أنا دايما أقول أنا الكابتن الخطيب حط على نفسه التزام بالكتيب بتاع اللي هو البرنامج الانتخابي ده، واحد غيره لو كان حط نص الكتيب ده كان هيبقى برضه برنامج انتخابي محترم. نعم. هو فاجئنا امبارح إن البرنامج الانتخابي ده خلص واضاف عليه حاجات ما كانتش موجوده فيه كمان. فده هو بيحطك انت نفسك بقى اللي بتشتغل تحت في القطاعات النادي المختلفه تحت ضغط، انك لازم تبقى على مستوى ده، لما رئيس النادي عايش 4 سنين في البيت بيبذل من الجهد والعطاء، يا اما عايش في النادي عشان يدي النادي اللي هو وعد بيه، او بيعمل حاجه بره النادي تخص النادي، فانت يعني بلا شك لو انت بتنتمي للمنظومه دي لازم هتبقى شايف القدوه بتعمل كده، فلازم هتعمل زي ان شاء الله ال4 سنين جايين يبقوا احسن من ال4 سنين اللي فاتوا. طبعا يعني مش عايز اقول لك حاجه لعبه يعني، احنا مش عارف هيبقوا احسن ازاي من اللي فاتوا يعني، بس النادي الاهلي دايما عنده احسن وعنده الاكثر يعني. أنا بشكرك جدا المهندس وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي، أنا بشكرك جدا، والحقيقة أنا سعيد جدا جدا ونفسي أجيب لحضراتكم كل المجموعة اللي كانت موجودة، لأن كل واحد من دول له دور هام جدا في مجاله، وليد في اللجان العليا وفي اللجنة العليا، والأستاذ محمد يوسف في شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي، والبقيه الاستاذ ابراهيم منيسي في المجله، والبقيه لكل الناس اللي اتكرمت الحقيقه. انا نفسي لو اقدر اقعد 10 ساعات اجيب وناس تحكي ايه اللي بيحصل، لانه في وقت كان صعب جدا جدا جدا. كابتن محمود الخطيب يعني المفروض ان الواحد ما يقولش الحاجات دي، ولكن كابتن محمود كان في اوقات بتبقى يعني خليني اتكلم على ظهره مثلا، مش هقول على حاجه تانية لكن ظهره، لان الناس كلها ظهره بيبقى وجعه، كان يسافر اسكندريه ويرجع من اسكندريه يروح يسافر بره علشان يعمل حاجه تخص النادي الاهلي، وبعدين يرجع من بره على القاهره عشان عنده مجلس اداره، وبعدين من مجلس الاداره يطلع على السويس عشان في ماتش هناك مثلا، كفايه ماتش الهلال السوداني هناك. افتكروا كده، خلينا نفتكر ايه اللي بيحصل والدنيا كانت ماشيه ازاي واللي كان بيحصل في النادي الاهلي، وناس تقعد تقول لك انتوا ما بتردوش ليه؟ مش عارف، لا النادي الأهلي دائما ما بيستعمل أو بيرد في الوقت اللي هو عايز يرد فيه، وبيرد بأخلاق النادي الأهلي وبأدب النادي الأهلي وبطريقة حوار ورقي النادي الأهلي، مش بأي طريقة تانية. وعمرنا إحنا نفسنا كنا نروح نسأل يا جماعة عايزين نرد، عايزين نعمل، عايزين نقول، كان يقول لك يا جماعة اصبروا، كل حاجة الصبر حلو، كل حاجة طالما أنت ماشي بما يرضي الله وحقك هتاخده، وده اللي حصل وده اللي شفناه الحقيقه. بعد 4 سنوات كان فيهم حاجات كتيره جدا جدا مرت على النادي الاهلي، الواحد لو قعد يتكلم على الحاجات دي هتبقى يعني عايزين 100 حلقه قدام نقدر نتكلم ايه اللي حصل، ولكن في النهايه مجلس اداره محترم، رئيس مجلس اداره محترم، لما بيجي يتكلم على الناس زي ما حضراتكم شايفين، شوفوا بيتكلم ازاي. بنتعلم الاسلوب والرقي والادب والاخلاق والاحترام والمبادئ وكل شيء الحقيقه من هذا الرجل النجم الكبير والاسطوره محمود الخطيب.
خلينا نروح نشوف اخبارنا. الحقيقه اول خبر عندي موسيماني قال هذا الشخص لا يمثلني وعلاقتي بالاهلي لا تحتاج الى كلام. زي ما قلت لحضراتكم كلام كتير جدا عن موسيماني خلال الفتره السابقه، وبيتسو موسيماني من خلال الموقع الرسمي لنادي الاهلي عبر عن استيائه من حازم الحديدي الذي يتحدث باسمه في وسائل الاعلام ويدعي أنه وكيل أعماله، وأضاف أن الحديدي ليس وكيله ولا يرتبط معه بأي علاقة من أي نوع، ولم يمنحه حق الحديث باسمه، بل ولم يلتقي به إلا مرة واحدة عند استضافته بإحدى القنوات بدعوى أنه كان مسؤولا عن إنتاج الحلقة. وبالتالي فإن جاء ما جاء على لسان حازم الحديدي بخصوص موسيماني هو غير مسؤول عنه ولا يعلم عنه شيئا ولا يدري لماذا يفعل كل هذا، وأنه سوف يقوم بإبلاغ إدارة النادي لاتخاذ الإجراءات لإيقاف هذا الشخص وكلامه عن علاقته التعاقدية بالنادي. وقال أن الأمور مع الأهلي لم تعد في حاجة إلى كلام، وما تم الاتفاق عليه مع الإدارة بموافقة الطرفين تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام بشكل رسمي وبكل وضوح، ولا يوجد أي جديد للحديث عنه، والعلاقة بيننا مستمرة بكل الحب والتعاون والثقة المتبادلة، وأن الهدف واحد وهو مصلحة الفريق، وتركيزه حاليا مع لاعبي وجهازه المعاون على إحراز الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي، لا سيما في ظل الدعم والمساندة الذين يلقاهما من إدارة النادي وكل المحبين للنادي الأهلي. محاضرة لموسيماني والتركيز على التدريبات الفنية والخططية كالعادة. الحقيقة دائما من الخبر ده بيبقى موجود معنا، موسيماني من المدربين اللي بيعتمدوا على المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو بشكل كبير جدا مع التمرين. 60 دقيقة في الجيم للاعبين قبل انطلاق التدريب، طبعا دي كلها أمور خاصة بالناحية البدنية والفريق. أفشة بينتظم في التدريبات الجماعية، طبعا بعد زواجه النجم محمد مجدي أفشة بينتظم اليوم في التدريبات الجماعية. النهاردة حسين الشحات بيشارك في جزء من التدريبات، جزء بس من التدريبات. قال الدكتور أحمد أبو عبلة أن حسين الشحات لاعب الفريق شارك في جزء كبير من المران الجماعي اليوم على ملعب التتش. إن شاء الله لسه مش عارفين، هنقول لحضراتكم في اليومين القادمين هل سيكون حسين الشحات جاهز إن شاء الله للمباراة القادمة ولا لا. تدريبات شاقة كالعادة أيضا لثلاثي حراسة المرمى، وميشيل يانكون طبعا، علي لطفي، مصطفى شبير، وحمزة علاء. نزلة برد وراء غياب كهرباء عن التدريبات اليوم. زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب امبارح واقف ساعتين أو ثلاث ساعات بيتكلم وبيقول وبيشرح للجمعية العمومية ايه اللي بيحصل. النهاردة متواجد، وبالمناسبة كان متواجد من الصبح الحقيقة في النادي لإنهاء بعض الأمور، وكابتن محمود بعد ما خلص راح على تدريب الفريق الأول. تأهيل منفرد لمحمود متولي، والدكتور أبو عبلة بيكشف تفاصيل إصابة صلاح محسن ومدة غيابه. ده طبعا محمود متولي النهاردة تأهيل منفرد زي ما حضراتكم عارفين، عنده إصابة إن شاء الله يرجع منها بألف سلامة. ودكتور أحمد أبو عبلة بيكشف تفاصيل إصابة صلاح محسن ومدة غيابه. قال إن الأشعة أثبتت إصابته ببداية شرخ إجهادي في مشطية القدم. الحقيقة بتبقى صعبة جدا، الشرخ الإجهادي ده بيبقى صعب جدا، عشان الناس بس ما تتخيلش إن هو حاجة سهلة، لا حاجة صعبة. وقال إن هو هيغيب عن التدريبات والمباريات لمدة تصل إلى 3 أسابيع. الأهلي أيضا بيتلقى خطابا من الحرس الوطني قبل مواجهة العودة بدوري الأبطال. قال إن المباراة إن شاء الله المباراة تبقى في تمام الساعة 7 مساء السبت المقبل باستاد الأهلي والسلام في إياب دور 32. الأهلي يستقبل وفد ملتقى مدربي غزة بعد انتهاء فترة المعايشة بقطاع الناشئين. زي ما حضراتكم شايفين كان هناك وفد من مدربي قطاع مدربي غزة متواجدين الحقيقة لفترة معايشة مع النادي الأهلي. المنتخب الوطني يبدأ معسكره 27 ديسمبر استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا بالكاميرون. زي ما قلت لحضراتكم فترة جاية فترة صعبة جدا، بس أنا مش عارف هو يعني الخبر 27 ديسمبر، طب وكأس العرب هيعملوا فيها إيه؟ محدش لسه قال لنا، لكن هيبان خلال الأيام القادمة.
احمد دياب بيقول شعار جديد للدوري وتغيير الدرع الموسم المقبل. النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه كان في ندوه رياضيه بمقر اليوم السابع، وخلال الندوه قال ان هناك العديد من الافكار التي نود اننا ننفذها خلال هذا الدوري. رابطه الانديه تجتمع بعصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام لوضع ضوابط الحكام الاجانب بالدوري. الحقيقه شيء رائع جدا اللي احنا شايفينه بيحصل، اتمنى ان يتم تنفيذه. كل الامور دي هي كانت امور عالقه قبل كده، دلوقتي الحقيقه بنجد ان النائب احمد دياب بيقعد مع الناس، رئيس الرابطه يعني بيقعد مع كل المسؤولين وبيحاول ان هو يحل كل هذه المشاكل او يحل كلهم مع بعض هذه المشاكل علشان في الاخر نشوف دوري جيد، نشوف حكام جيدين، حكام بيروحوا كاس عالم وكاس امم وكاس عرب وفي كل حته. فالحقيقه اتمنى ان ده يحصل، خصوصا ان النائب احمد دياب بيتعامل مع كل المواقف بهدوء حتى الان. الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد في رابطه الانديه. برج العرب يستضيف مباراتي الاهلي والمصري ذهابا وايابا بالدوري، والحاج عامر حسين قال ايضا مباراه الاهلي والاسماعيلي بحضور جماهيري. تمام. الحقيقه برضو الخبر اللي عايز اقوله لحضراتكم او الخبر ده استوقفني شويه. كابتن علي ابو جريشه قال خاطبت احمد دياب بفاكس رسمي لنقل مباراه الاهلي للاسماعيليه. طيب مبدئيا وحتى الوقت اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده وانا على الهواء، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل كمان خمس دقائق، ما اعرفش كمان دقيقه ايه اللي هيحصل. حتى هذه اللحظه معلوماتنا ان نادي الاسماعيلي لم يبعث بأي فاكسات رسمية لرابطة الأندية لنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي أو للعب مباراة الأهلي والإسماعيلي على الإسماعيلية. ده مبدئيا. تاني حاجة أو تاني أساس عايز أتكلم عليه أن النادي الأهلي ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بهذا الأمر. أن يكون عندك أسطورة كبيرة في إسماعيلية زي كابتن علي أبو جريشة ده شيء رائع جدا جدا، والكابتن علي الحقيقة لما بيقول حاجة أنا متأكد أن فيها شيء من الصحية، ولكن أنا اللي بقوله لحضراتكم دلوقتي إن المعلومة اللي عندي إن حتى هذه اللحظة مفيش أي فاكس رسمي وصل لرابطة الأندية بهذا الأمر. فالأهلي ملوش علاقة. الأهلي ما بيتدخلش في هذه الأمور. زي ما حضراتكم عارفين وقلنا الكلام ده 100 مرة على شاشة قناة النادي الأهلي، الأهلي يريد أن يلعب في إسماعيلية. إذا كان الأمن رأيه كده أنا عندي بكرة الصبح أروح ألعب، ما عنديش مشكلة. والكلام ده اتقال واتقال بصفة رسمية واتقال بصفة ودية واتقال على الشاشة في كل حتة. النادي الأهلي ليس له علاقة بهذا الأمر من قريب أو من بعيد. مش عايزين ندخل النادي الأهلي طرف في هذا الأمر، مش كابتن علي طبعا، الكابتن علي يعلم هذا تماما، لكن أنا بتكلم على الباقي اللي بيتكلموا اللي على السوشيال ميديا يقول لك الأهلي مش عارف، الأهلي ما بيخافش من حد يا جماعة. صدقوني الأهلي ما بيخافش من حد. الأهلي من أحلى المباريات اللي عملها النادي الأهلي عملها في إسماعيلية. النادي الأهلي ما عندوش أي مشكلة، ولكن كل الامور دي ما تبقاش في ايد النادي الاهلي ولا حتى اتحاد كره القدم ولا حتى الرابطه الامور دي دايما بتبقى امور امنيه ملهاش علاقه بكل المسؤولين في المسؤولين في كره القدم. وقرارات الامن في النهايه هي التي يجب ان تحترم لان هم عندهم رؤيه كبيره ورؤيه اوسع لهذه الامور. الحقيقه ده خبر استوقفني انه احنا كل سنه نقعد نتكلم في هذا الامر، يا جماعه الاهلي ليس له علاقه بهذا الامر، الاهلي ممكن يلعب بكره الصبح في اسماعيليه ما عنديش اي مشكله. خبر تاني الحقيقه لان البعض بيؤكد ده كلام جاي لنا، ان البعض بيؤكد ان لجنه التسويه والتحكيم تلغي قرار ايقاف شيكابالا، بعيدا عن ان شيكابالا زمالك والكلام ده كله، انا مش عايز اتكلم على انديه ولا بعيدا عن اسم شيكابالا ماليش دعوه. ولكن هو ايه المبدا اللي حضرتك عايز تحطه لو هذا الكلام صحيح؟ انا ما اعتقدش ان الكلام ده صحيح مبدئيا. لكن ايه المبدا اللي حضرتك عايز تحطه ان لاعب يضرب لعيب او انا اسف يروح يشتم او يتلفظ او يحاول التعدي على رئيس اتحاد او على مجموعه امن او على كذا او على كذا او على كذا؟ ايه بغض النظر عن مين؟ شيكابالا او غيره. ولكن هو ايه المبدا اللي حضرتك عايز تحطه اذا كان هذا الخبر صحيح؟ هو مش خبر، هو البعض بيؤكد ان لجنه التسويه والتحكيم تلغي قرار ايقاف الاعلاميين واسماء على السوشيال ميديا والكلام ده كله. فانا الحقيقه برضو استوقفني الكلام ده بعيدا عن اهلي وزمالك لا انا بتكلم على المبادئ اللي النادي الاهلي دايما بيحترمها.
المبادئ اللي النادي الاهلي دايما بيخاف عليها، المبادئ اللي دايما اللي اتكلم عليها او اللي شفناها امبارح في مؤتمر الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، هي دي اللي انا بتكلم عنها. هو ايه المبدا اللي حضرتك عايز تحطه؟ ايه المبدا اللي عايز ترسخه جوه الشباب اللي بيتفرج علينا؟ العميد مرجان في مكالمته النهارده قال لك ايه؟ قال لك احنا بنعمل حاجه عشان الشباب او الاجيال القادمه في مصر كلها يشوفوها مننا. فالحقيقه يعني خبر غريب او كلام غريب جدا بيتقال في هذا الامر، لانه في الاخر هل ممكن اي حد يعني ممكن انا وانا ماشي في الشارع كده اشوف واحد اغلط او اغلط فيه او اتهجم عليه وامشي؟ الراجل يروح يعمل فيا محضر وما يحصلش فيه اي حاجه؟ لا، بدون اي عقاب. اخر خبر معايا، بيج رامي سعيد بالاستقبال واتمنى تكرار انجاز مستر اولمبيا لرفع رايه مصر عالميا. الحقيقه اللي بيعمله بيج رامي الحقيقه حاجه جميله جدا جدا، زي ما انتم شايفين النهارده. محمد صلاح بالمناسبه النهارده احرز هدفين، لغايه لما من شويه الماتش خلص 3-2 لصالح ليفربول، محمد صلاح احرز هدفين النهارده في هذه المباراه. دي قوه مصر الناعمه الحقيقه، او قوه مصر الرياضيه من خلال وجود محمد صلاح في كل المحافل اللي حضراتكم بتشوفوها واللي بتسمعوها عن هذا النجم الكبير الاسطوري الحقيقه اللي اصبح له اسم عالمي كبير جدا. واول ما يقول لك ايه؟ يقول لك اللاعب المصري محمد صلاح، اللاعب المصري محمد صلاح، اللاعب المصري بيج رامي هو اللي فاز ببطوله اولمبيا. فالحقيقه النهارده كان استقبال رائع وحافل لبيج رامي، وهو كان الحقيقه ضيف علينا خلال الفتره السابقه في مع هيثم السعيد الحقيقه من شهر او شهر ونص قبل ما يروح هذه البطوله. وبالتالي احنا دايما وهو اهلاوي كبير جدا 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 جدا، وخد بالكم هو اهلاوي بيعلن عن كده، بيعلن يقول لك انا اهلاوي، اهلاوي حتى النخاع يعني. فيعني بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه وربنا يوفقه، والسنه الجايه كمان يقدر يكمل هذا الامر ويفوز بهذه البطوله مره ثانيه. طيب دي كانت اخبارنا النهارده، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجمين الكبيرين، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم والنجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن في ضيافه البيت الكبير بعد هذا الفاصل. سلم بعدها سلم ليطول الأهل السما، ودي اسمه فوق الكل وعلي ودولاب بطولات عمال يتملي يتشرف اللي انتمى. سلم بعدها سلم ليطول الأهل السما، ودي اسمه وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ يا كابتن اسلام منور، وانت اللي منور الدنيا. افتقدتوني النهارده في الملعب. انت اللي افتقدت جون عالمي النهارده. بايه؟ لا لا لا، الفرقه كلها اتثبتت النهارده. احنا بنلعب طبعا في النادي الاهلي، في فكابتن شريف يعني بيجيب جوان وهو واقف. عوضت المباراه اللي خدت فيها الكذب. خدت حريتي النهارده خدت حريتك، جريت يعني. الشوز بتاعي موجود كله تمام. 100 كابتن عادل جه ولا ما جاش؟ عادل ما بيجيش، عادل اتفرج عليها فيديو على اليوتيوب. ازيك يا كابتن مصر؟ انا كابتن اسلام، اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كان عندك كورونا من فتره خلاص. يعني من فتره يعني من 20 يوم. من 20 اشتباه. يوم. اشتباه. لا بس الحمد لله تمام.
تمام الدنيا تمام وكله كويس تمام. مش هخرج لما تبقى تمام طبعا يعني وبسيارك وكل حاجه تمام يعني كل حاجه مظبوطه الحمد لله. طيب خليني ابدا معاك يا كابتن وخليني ابدا باللي حصل امبارح الحقيقه. امبارح الحقيقه مؤتمر اعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بيضع او بيسن سنه عن الفتره القادمه لانه اول مره تحصل ان مجلس اداره يجيب ايه اللي حصل خلال اربع سنوات سابقه ويقول للناس انا عملت كذا وكذا 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 وكذا. طبعا زي ما انت اتفضلت وقلت من الجميل جدا ان يكون في احد رموز النادي الاهلي نعم. ينجح في رصد التاريخ والمبادئ والتطوير ويكون عند نفس الخطه ونفس الشكل العائلي بتاع النادي الاهلي. فده بحد ذاته نجاح. زياده على كده تقيس البطولات اللي هي بتبقى موجوده على جميع اللعبات اللي بتبقى موجوده. ففي جهد مبذول جدا من رموز النادي الاهلي وقادتهم ومجلس ادارتهم. كل طلبات الجماهير واللي بيحلموا بيه الناس دي بتشتغل متطوعين على اسعاد الناس دي كلها. مزبوط. متطوعين على ما سبقهم. يعني لو سبق كابتن خطيب استاذ مهندس محمود طاهر كابتن حسن حمدي قبل كده في كابتن صالح في يعني هنخش بقى الفريق مرتجي وهنخش للقاده كلهم اللي كانوا موجودين عبد صالح الوحش يعني كل الناس دي نفس المنهج نفس الشكل نفس المفهوم ازاي تقود مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي. فما فيش يعني من نجم لرمز لخبرات لكله بيتواصل في شكل واحد اللي احنا بنتكلم عليه العيله الواحده في انجاح اسم النادي الاهلي انه بيرفرف عاليا وبينافس اعتى واعلى الانديه اللي موجوده في العالم. فده في حد ذاته نجاح كبير جدا وشكل محترم قوي. الناس كلها بتبقى بص علينا يعني الناس اشتكت من نجاحاتنا. الناس دايما الناس دايما بتبص لنا على طول في احتفالات وعلى طول من حق النادي الاهلي انه يحتفل ببطولاته. ده احنا متاخرين كمان زي ما كابتن محمود قال احنا من حقنا نبقى على طول بندي وبنوري العالم كله من هو النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقول كلمته بيقول اسمه في البطولات العالميه طبعا في بطوله الانديه العالم. السنه اللي فاتت شفنا وخدنا يعني خبره صغيره كده الى ان المره دي باذن الله هيكون لنا شكل تاني باذن الله. كابتن عادل اتبسطت وانت بتتفرج امبارح؟ اكيد طبعا يعني الواحد بيبقى فخور بالنادي الاهلي. عايز اقول لك كابتن اسلام انا سمعتك وانت بتتكلم على صلاح وبتتكلم على القوه الناعمه بتاعت الرياضه. النادي الاهلي من القوه الناعمه نعم. بالنسبه لاشتراكه في كاس العالم للانديه وتشريفه لمصر دايما ومكسبه لبطولات افريقيا وافضل نادي في افريقيا وكون انه بيروح يلعب مع الباير وبيلعب في الحتت دي ما هو ده برضو دي قوه ناعمه لمصر يعني ودي طبعا. حاجه جميله. النادي الاهلي اكبر من انه نادي كره وبس. النادي الاهلي كمان بيشتغل في خدمه وطنه وفي خدمه بلده. يمكن انت بتلاحظ انه كل حاجات بتبقى جديده النادي الاهلي بيطلعها. بكلمك في الرياضه يعني تلاقي هو السباق فيها هو اللي بيبدا بيها يعني 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 تخيل انت لما تتكلم على مجلس اداره النادي الاهلي لو رجعت من قيمه 60 70 سنه تلاقيهم كلها رتم واحد شكل واحد بيفرق حاجات كتير قوي بينه وبين الانديه الاخرى. انت نعم. بتتكلم على سيستم والاشخاص بيتغيروا والسيستم شغال في الحاجه الجميله انك كمان رموزك هي اللي بتبقى يعني انت بتحترم كبيرك دايما. النادي الاهلي طول عمره بيبقى في واحد كبير وفي كوادر تحته وفي الكوادر دي بتبقى كبيره. بمناسبه الكلام ده مظبوط صح يا كابتن لانه حتى انا امبارح استوقفني كلمه الكابتن خطيب وهو بيتكلم عن ان حتى الانتخابات بيبقى لينا كبير طبعا اللي هي لجنه الحكماء اللي هو بيقول ان انا كنت ببقى كنت واحد فيها في الفتره السابقه ودلوقتي انا بعرض نفسي على اللجنه وبالتالي حتى في الانتخابات اللي هي المفروض ان هي اصعب حاجه في الدنيا وحريه فيها بتلاقي دايما عندك الكبير. لا ما هو انا عايز اقول لك حاجه يمكن خلينا نرجع بالذاكره بتاعتنا لمجالس الاداره الاولانيه بين ايام من بعد الكابتن صالح وبعدين الكابتن حسن وبعدين المهندس محمود طاهر وبعدين الكابتن خطيب. انت بتتكلم على شكل واحد يعني اطار واحد ولكن مع اختلاف كمان الزمن وبيجي تطوير الزمن. يعني انت بتتكلم على فترة الكابتن صالح غير فترة الكابتن حسن. دي كانت فترة فيها ما فيهاش المادة ما كانش لسه شغالة ما فيش اقتصاد قوي كانت لسه ما فيش احتراف كبير. مزبوط.
دخلنا بفتره احترافيه كان كابتن حسن كمل فيها وجي كابتن الخطيب كمل معاهم لانه كان متواجد في مجلس الاداره في الزمن ده كله. مزبوط. خد خبرات عاليه قوي كتيره قوي خد منهم ومناصب مختلفه طبعا. لا وكمان عايز اقول لك حاجه، جميل قوي انك تبقى رئيس النادي بتاعك نجم كبير كمان يعني زي كابتن محمود الخطيب، دي حقيقه احنا بنبقى سعداء اي رئيس نادي للاهلي احنا بنبقى سعداء بيه، لكن كمان لما يكون نجم كبير وحاجه كويسه زي الكابتن صالح وزي الكابتن حسن وزي الكابتن محمود الخطيب انت بتحس انك انت سعيد جدا بناديك، والايام اللي جايه النادي الاهلي بيدخل في معترك اخر، معترك اللي هو عاوز اكلمك ان انت خلاص احنا حته العالميه احنا اللي بنبص فيها طول الوقت دلوقتي، لانه النادي الاهلي تخطى حته دوري وحته كاس وحته المكاسب الداخليه، لا احنا طول عمرنا بنتكلم وبنتاثر بيها يا كابتن اسلام ببطولات افريقيا بطولات كاس عالم، وبنتمنى ان احنا نبقى في ناس كتير في انديه كتيره تبقى قوه نعمل لمصر زي النادي الاهلي، ولكن في الوقت الحالي انا شايف ان النادي الاهلي يمكن اكتر حاجه هو ومحمد صلاح اللي قوه ناعمه رياضيه لمصر يعني. طيب كابتن شريف بقى خلينا ننتقل الى جانب اخر وهو الجانب الفني شويه في كره القدم. مباراه الحرس الوطني مباراة الذهاب يعني انتوا اتكلمتوا عنها كتير في الاستوديو التحليلي، ولكن كيف ينظر موسيماني للمباراة القادمة في ظل ان انت برضو عندك الاداء لم يكن جيد في هذه المباراة للمباراة الاولى، لكن النتيجة في الاخر هي تعادل ايجابي. هي تعادل ايجابي بس هنا المباراة هتختلف في ظل اجواء تانية خالص، في مناخ تاني خالص، في وجودك على ارضك، على ارض يتلعب عليها كورة. احنا كنا بنلعب شكل الارض حلو دايما افريقيا كده، على شكلها حلو بس حفر والكره بتطب وكره جت لطاهر محمد طاهر عشان يحطها طبت منه ما عرفش يعمل توازن مع الكره. ففي في ظل التواجد هنا في مصر هيبقى في الشكل وحريه اداء اللعيبه في الملعب اعتقد هيكون ده الطبيعي بتاعهم. نعم يعني من هنا نقدر نتكلم ونتحاسب، من هنا نقدر نقول احنا الشكل اللي كنا لازم نكسب فيه 3 4 هناك 5 هنا اعتقد الحكايه هتبقى اسهل بالنسبه لك انك تقدر تتعامل مع الفرص اللي هتجيلك، تتعامل مع الشكل الفريق كله، تعويضا ببعض النجوم برضه هيكونوا معاك في المباراه. ما افتكرش ان الحكايه في الدور ال 32 صعبه قوي بهذا الشكل مع الفرقه اللي هي كانت بتلعبنا، كل اللي كان عليك هناك انك انت جبت جول وعايز تخرج سليم. ما عملتش الاكتيفيشن اللي هي بتاعت الشوط الثاني اللي تخليك واحد واثنين يعني اتحركت بعد ما تعادلت وليك ضربه جزاء صحيحه 100%، انما كان فيه وقت ما انت بتحب بتلاقي نفسك وبتروح وبتحقق النتيجه اللي انت نفسك فيها. تقييم اداء مستر موسيماني زي ما انت بتقول لي او تقييم الفريق ككل انا ما اقدرش اتكلم على المباراه دي في شكل، ولكن احنا بقينا في حته كابتن اسلام بقينا زي ليفربول كده وبقينا زي بايرن ميونخ بنتحاسب على كل ماتش بنلعبه حتى لو حبي حتى لو فريندلي ماتش احنا بنجرب فيه لعيبه معينه عايزين نشوفها زي محمد محمود او حد راجع من اصابه او اي حاجه. بقينا مطالبين بالفوز فقط. وصلنا لمرحله بعد فقدان الدوري والمباراه بتاعه السوبر ان احنا بقينا يعني حاطين اللعيبه حطت نفسها والاداره الفنيه وكله في حاله لا نقبل الا الفوز فقط. حتى لما تعادلت بره تعادل ايجابي وده شكل كويس قوي، تروح افريقيا وتتعادل ايجابي وترجع 1-1 ده احسن من اي نتيجه تانية. عندك مليون فرصه هنا انك انت تادي وتكسب زي ما انت عايز، انما بقى مرفوض للنادي الاهلي ان انا اشوفه في حاله تعادل. لازم اشوف النادي الاهلي زي ما عودني زي ما كان عادل بيقول دلوقتي بقى النادي الاهلي ومحمد صلاح. محمد صلاح بقى مطلوب منه كل ماتش على الاقل لازم يجيب جول، مش اي جول، مش اي جول شويه بعد قليل ومن شويه كمان عمل حاجه جميله جدا. فهو ده بقى النادي الاهلي المطالب دايما باسعاد الناس وبابهار وبامتاع وبنتيجه. ما بقاش عندنا في المرحله دي خصوصا احنا عندنا بس فتره كده بدايه الدوري، لو في كاس مصر هيتلعب هيكمل افريقيا مش عارفين المنظومه هتمشي ازاي الفتره اللي جايه دي، انما لازم يبقى في توازن في الاداء وتوازن في النتائج. هو ده اللي هيمشي الدنيا السنه دي باذن الله على خير يعني. كابتن عادل امتى هنشوف التوازن اللي الكابتن شريف بيتكلم عنه سواء في الاداء او في النتيجه؟
طب هو المباراة اللي فاتت انت بتتكلم على دور 32 انت المفروض انك تبقى حذر جدا فيه. الحاجة التانية المهمة كابتن اسلام، انت ممكن تلعب مباراة لازم تحاسب قوي. ليه؟ لانك ممكن مباراة زي دي لا قدر الله ممكن تقعدك سنة في حلم انك تروح افريقيا تاني او تاخد افريقيا. فلازم كل وقت وليه او كل مباراة وليه حذر. نعم. انا شايف انه 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 كان المفترض انك تخلص المباراه من هناك، وكان المفترض انك انت تستغل الفرصه وكنت تدافع احسن وتطلع تجيب جون تاني وجالك بنالتي وما تحسبش. ولكن في اخر الامر خلينا نبقى واقعيين، نرجع هنا ونرجع هنا لازم ناخد الموضوع بجديه زي ما اللعيبه اكيد هتاخدها بجديه، وانك انت دي كره قدم لازم تامن كويس، لازم تكسب المباراه. لكن بالنسبه لسؤالك كابتن اسلام، امتى ان الواحد لما تدخل بقى في الحته انك انت كموسيماني وكتيم النادي الاهلي يعني توصل للدرجه انك انت تعرف انه ان الجمهور في الوقت الحالي عايز اداء مع مكسب. خلي بالك النادي الاهلي لما بيوصل لمكانه، يعني الناس زعلت ليه في بطوله الدوري وزعلت ليه في السوبر، لانه شايفك انك انت الافضل وانك انت الاحسن. فيجب انك تحذر كويس، يمكن مستر موسيماني لازم يحذر الايام اللي جايه دي، ولازم اكيد هو عارف ان النادي الاهلي لا يقتنع ولا ده جمهور. امبارح الحقيقه معانا برضو على شاشه قناه الاهلي قال لك يعني اتمنى ان تصبروا عليا شويه، لانه كان عايز يتكلم عن ان الصفقات الجديده والكلام ده كله، ولكن عشان ده مهم جدا موضوع الصفقات الجديده برضو وامتى هتخش وامتى ممكن نشوفها بشكل كويس. ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم او نكمل بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، دور الصفقات الجديده خصوصا انها مش هتبقى موجوده في هذا الدور في البطوله الافريقيه، ولكن على الجانب الاخر مع بدايه الدوري ممكن نشوف كل الصفقات الجديده. دايما لما بيبقى عندك صفقات جديده وجماهير النادي الاهلي شافتها قبل كده في مقابلات احنا لعبنا معاهم في افريقيا ومنهم لعيب جاب فينا جول في المقص حاجه مكسوري. فلما بتبقى شايف لعيب زي ده وتشوفه هيلعب في ضمن صفوفك بيتحرك في المنطقه اللي انت اللي هي اخطر المنطقه اللي هي بتبقى انت ال 11 بيلعبوا او ال 10 بيلعبوا عشان يوصلوا المنطقه دي، وتترجم الحكايه بهدف، تترجم الحكايه بانهاء الهجمه زي ما انت بتتمنى، تترجم الحكايه ان انت بتكسب 1-2 و3-4. فالعوامل الرئيسيه اللعيبه اللي هي الجامده اللي تقدر تخليك عندها حب للتهديف، عندها حب للزياده، عندها حب الاحترافي ان هي تبقى موجوده في فرقه كبيره زي النادي الاهلي، هو ده اللي بيتشوق ليه جماهير النادي الاهلي. ايوه، او كلنا بنتشوق ان احنا يبقى عندنا اعمده رئيسيه في كل خط بيلعب في النادي، من كان من الديفنس ورا لنص الملعب، عايزين 2-3 بلي ميكر، يعني مش قفشه لوحده. عشان ما نقولش هو احنا النهارده هنلعب 4-3-3 ده ما فيش قفشه، يعني هنغير تدويره الملعب كله. فلا، التطلع للعيبه اللي هي بتيجي زياده دي او انت بتشوفها بتقدر تنتقيها وبتبقى عايزها تبقى ضمن المنظومه اللي عندك، هو ده اللي انت بتبحث عنه. هل الكلام ده هينسجم بقى مع النادي الاهلي اللعيبه اللي جايه دي؟ ده من اصعب الاشياء انك انت تخش جوه النادي الاهلي وتقدر تتكيف وتقدر تدي نتيجه، وجماهير النادي الاهلي ما بترحمش، عايزك من اول ما يصفر وانت جوه خلاص تمضي، الموضوع انتهى، تمضي تقول انا بالقلم الحبر كده انا موجود. فهي دي بتبقى طيب. صعوبه التواجد يعني. كابتن عادل بتحكي على ايه؟ لا، علشان الحته اللي الكابتن شريف اتكلم فيها، في الجمهور بتاع النادي الاهلي بينخدع في حاجه بسيطه قوي، ان هو محتاج الصفقه الجديده تيجي تكسر الدنيا مره واحده. ده ما ينفعش في الانديه الكبيره. الانديه الكبيره لانه جاي على لعيبه كويسه. هو ليه بينفع في الانديه الصغيره؟ لانه اصلا لما بيجي لعيب كويس قوي في نادي صغير ما بيكونش فيه لعيبه كتير قوي في الفرقه نجوم او لعيبه جامده في الفرقه، فبيجي يبقى واضح قوي، فمن البدايه بيبقى عنده وضوح. لكن لعيب النادي الاهلي بيجي على منظومه قويه، لعيبه قويه. كابتن اسلام، الحاجه الثانيه المهمه ان هو لما بيتاقلم بيقعد فتره طويله علشان ياخد وقته في اللعب، لانك انت انت بتجيب لعيب في احتياج ليه، ولكن مش في احتياج ملح دلوقتي، انت بتجيبه علشان
يتبادل زي دلوقتي مثلا محمد هاني واكرم توفيق الاثنين انا في رايي من افضل اثنين باكات رايت في مصر في الوقت الحالي. الاثنين ده تعمل انت كمدرب هتعمل ايه فيهم وانت كمنتخب هتعمل فيهم ايه؟ ما دي حاجات دي بتبقى الحيره اللذيذه في النادي الاهلي. ولكن الضحكه بتاعتي دي كانت علشان حته الناس لازم تصبر على صفقاتها ولازم تعرف ان مش ضروري الصفقه تلعب على طول. بس الناس عايزه ميسي وعايزه نيمار وعايزه كريستيانو رونالدو خاصه النادي الاهلي او الانديه الكبيره. حتى كريستيانو حتى يعني عايزين النوعيه دي اللي هي اول ما تنزل الملعب. ميسي لما راح باريس يقول لك ايه انا هستحمله بس ده عنده يعني وبعدين الحته دي يعني. ها كابتن ميسي لما راح باريس ما في نيمار ماتشين ثلاثه لا في نيمار في مبابي برضه مش زي ما كان في برشلونه لوحده انت فاهمني؟ فهي دي الفلسفه بتاعت استقطاب اللاعبين. لما تيجي تجيبهم انت بتجيب اللاعب اللي يقدر يخش جوه المنظومه ممكن ما يكونش فنيا الاعظم والاحسن والافضل لكن يقدر يلعب في منظومه زي منظومه النادي الاهلي. وكم من لعيبه كتير قوي جت النادي الاهلي كنا بنقول عليها ان هي تبقى لعيبه لكن ما عندوش شخصيه الاهلي. فاهم يا كابتن اسلام دي نقطه مهمه جدا. الجمهور عايز الجمهور عايز شخصيه النادي الاهلي الجمهور بسرعه شخصيه قويه. الجمهور مش لا يرحم انما يعني لا بس خد بال حضرتك كيان النادي الاهلي كبير قوي خلي بالك ان كده تبقى موجود معايا لانه خلي بال حضرتك برده بس ما هو الجمهور ده اللي بيحطك في السماء. انا ما هو في نفس الوقت هو الجمهور اللي بينتقدك واللي بيقول لك ان انت كذا وان انت كذا وانت ولكن في نفس الوقت هو الجمهور ده اللي بيحطك في السماء. هو من حقه الجمهور عايز يتفرج الجمهور عايز يتمتع الجمهور عايز يفرح بفرقته عايزك تبقى الافضل دايما لان انت دايما عودته على كده. بس هي فلنه الاهلي تقيله تقيله على اي لاعب. خلي بالك الموضوع ده صعب جدا. انت عارف ان اي لعيب بيلعب في النادي الاهلي بيروح منه حوالي 20-25% من قيمته كلاعب قوي من المنظومه بيدخل ينصهر جواها. ممكن يكون عنده حاجه فرديه كويسه ما بيقدرش يعملها في 100%. لا بس ده على حسب الشخصيه كده. ايوه على حسب أنا الشخصيه معاك بقى في عادل خدني الحته هو كان موجود فيها وبيمرن في النادي الاهلي سن معين اللي هو منه للدرجه الاولى الفيرست تيم. انا بحس يا عادل ان اللعيب اللي بيطلع من عندي المهم بالنسبه له اسهل من اللعيب اللي بيبقى جاي من بره. يعني زي حسام حسن مثلا اللي جه حسام حسن داخل في وسط المنظومه وبيأدي لعبه اللي كان بيلعبه عادي في اي نادي انما ضغط الفوز وضغط البطوله وضغط ده في الناشئين اللي انت مربيهم وهم طالعين متعودين على نفس الصفه دي ونفس الشكل ده فاللي بيجي من حتته هو. عشان كده عمار حمدي يا كابتن عادل واحمد عبد القادر عندهم يعني ممكن تلاقيهم او عمار تحديدا يعني ممكن يبقى عنده بما انه من ابناء النادي الاهلي يعني. بص عمار اقول لك حاجه مهمه عليه لان انا عرفته عن قرب ولعبته معايا فتره طويله قوي لما اول ما جه من النصر جبناه جه قعد معايا فتره انا طويله يعني أوكي. ولعب معايا مباريات كتير. على فكره عمار من افضل اللعيبه اللي في مصر في الوقت الحالي من حته الطرف اليمين او الطرف الشمال او جوكر كلاعب جوكر. يمكن انا كنت بشبهه اول ما شفته بمحمد بركات دي حقيقه يعني. الشخصيه بتاعت عمار نفسها شخصيه قويه. لما راح الاتحاد في اول اعاره ليه لما جبنا النادي الاهلي وراح في اول مباراه والثانيه والثالثه اثبت ان هو لعيب كبير. الحاجة المهمة عمار لو ظبط مرة واثنين وثلاثة وركب بلغة الكرة يا كابتن اسلام مش هينزل تاني وهيبقى لعيب قوي جدا. هو من اللعيبة الكويسة ولكن زي ما احنا اتفقنا انت مش هتبقى اول ما نشوف النادي الاهلي. ما هي دي مهمة يا كابتن اسلام لازم نخلي بالنا طبعا. مفيش لعيب يبقى اول ما نشوف النادي الاهلي طبعا. ليه؟ ايامكو انتوا كنت فرقة عظيمة بتكسب كل حاجة كل بطولات وكنتوا كلكم لعيبة كويسة. محمد شوقي في نص الملعب وفي حسام غالي وفي تريكا عماد متعب وفي تريكا وفي يعني تيم كورة وبركات ووائل جمعة وفلافيو يعني جلبرتو. تيم كورة وسيد معوض واحمد فتحي بكرة وعصام الحضري حارس مرمى. لا كنتوا فرقة قوية ولكن تقدر تقول لي هل واحد فيكم هو كان النجم الشباك لوحده؟ لا كل واحد كان بيعمل اللي عليه. مفيش نجم شباك بيعمل. كل واحد المقومات والشخصيات اللي كان بيقول عليها عادل دينا بتنزل بتبان. يعني انت في ناحيه الوينج رايت او الباك رايت انت عندك تعليمات وعندك اسلوب لعب بيخليك متفوق في الحته دي. تفوق جنب محمد شوقي جنبك ابو تريكا جنبك بركات جنبك الناس دي هم المساعده كلها انها تخلي فلافيو ومتعب
في السماء فوق. واحسن أيوة. مشروع اتعمل اللي هو الاعراض. انتج لك انتاج غير عادي، انتج لك عمار حمدي، انتج لك اكرم توفيق، عبد القادر، وكم من اللعيبه كتير، في محمد عبد المنعم بره لسه ممكن يرجع في وقت من الاوقات، احمد ياسر، احمد ياسر انتج لك، عندك 4 5 دلوقتي في التشيك ده الجديد. لا وعندك حاجه والاجمد بقى يا كابتن اسلام اللي هو ايه، انت بتتكلم في ناحيه اقتصاديه، كره القدم بقت صناعه، ما فيش حاجه اسمها تستهلك بس او انت تبقى مستهلك، يعني كقطاع ناشئ يعني. لازم تكسب. ما هو في خطين في الانديه الكبيره، في خط دلوقتي انك انت يبقى البطولات، معك مال كويس وبطولات، علشان تجيب بطولات لازم يبقى معاك مال كويس، عشان يبقى معاك مال كويس يبقى انت لازم تستثمر في لعيبه النادي الاهلي، عندك قوه قويه جدا تحت ممكن تستثمرها، انت تقدر تعمل ملايين الملايين من قطاع الناشئين، وده بدا يتعمل الايام اللي جايه بقى. اللي الناس لازم تعرفه انك انت لو طلعت 2-3 لعيبه من قطاع الناشئين، لو ترجمتهم مال وفلوس، لو اشتريتهم من بره هتلاقيهم ب 50-60 مليون جنيه، انت فاهم؟ صح. يبقى انت هنا بتوفر، عشان كده بقول لك دايما المفترض ان الناس اللي تبقى تحت افضل من الناس اللي بيمرنوا فوق. ودي قضيه لازم الناس تبقى فاهمه، مش المهم يبقى المدير الفني بتاع الفريق الاول مدرب جامد، ممكن يبقى مدرب جامد، ولكن اللي تحت زيه لازم يبقى اجمد منه في الاطار ده. وده التطور اللي احنا شايفينه يا كابتن في اطار التطور اللي بيعمله كابتن خطيب في قطاع الكره. الحقيقه اعتقد وجود مدير فني اجنبي مع وجود كادر محترم خالد بيبو كمدير لقطاع او رئيس لقطاع الناشئين، اعتقد ده شيء جيد. شيء جيد جدا، وكل الكوادر اللي موجوده، بل كابتن خطيب بالمؤسسه كلها رفع الحاله التسويقيه في الاربع سنين اللي فاتوا للنادي الاهلي، وصلت لمليار وشويه، وهي اصلا ممكن توصل 2 مليار ونص امبارح، اصلا هي توصل ل 3 مليار في الانكم اللي بيجي لك. عشان كده الناس تقول لك ايه، هو اشمعنى الاهلي بيعمل، الاهلي صاحب البطولات، الاهلي صاحب الفكر، الاهلي عنده نظام ودستور بيمشي عليه اللي هو تحقيق الهدف. تحقيق الهدف ده بالشغل وبالعمل وبالمجهود. عشان كده لما انت بتتعادل ولا بتخسر بطوله ولا حاجه بتبقى كارثه، لان ازاي احنا بنعمل كل ده وانت مع الضغط النفسي، مع وجود كورونا، مع 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 انت برضو الحاله التسويقيه بتاعتك انت نمبر 1، انت اللي موجود على الساحه اذا كانت المحليه والدوليه. فزي ما انت تفضلت وقلت دلوقتي، كابتن خطيب والمؤسسه كلها بتعمل على رفعه اسم النادي الاهلي فوق عاليا بصراحه. ومن يوم ليوم التطور اللي احنا بنتكلم عليه انا وعادل، في تطور موجود بيواكب الزمن كمان. انت بتواكب الزمن اللي حواليك، ففي مؤسسات وفي شركات وفي، فانت بتخطط مش للكام سنه اللي احنا قاعدينهم دول، لا انت شكل كده بتخطط لمستقبل كبير قوي، وان كان من 10-15 سنه قدام، ازاي هنواجه الفتره اللي هي جايه دي. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن شريف وكابتن عادل، ولكن بعد هذا الفاصل، وهنتكلم عن محمد صلاح، لان كابتن عادل عايز يتكلم عن محمد صلاح، فهنتكلم اكتر عن محمد صلاح وما يفعله هذا النجم الاسطوري الحقيقه في كره القدم العالميه، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، محمد صلاح، هو ايه اللي انت عايزني اروح؟ طيب عادل عايز اتكلم على صلاح. لا يعني انا وانت المره فاتت اتكلمنا على صلاح. انا بقول لو انت حبيت تعمل اعلان سياحي لمصر تدفع فيه كام؟ تدفع فيه قد ايه؟ كتير. ولو كل اسبوع تطلع ساعتين محمد صلاح يبقى اعلان لمصر، ده كل اسبوع ممكن 3 مرات في الاسبوع في 6 ساعات يعني. فمحمد صلاح ما بقاش مجرد لعيب كرة بس، محمد صلاح بقى ثروة قومية لمصر. دي الحاجة. الحاجة التانية المهمة ان احنا ارجو يعني ان الناس تحافظ عليه شوية. في ناس طبعا بتحبه جدا وتحافظ عليه، لكن في ناس يعني تحب النقد والحاجات دي. فخلي بالكوا احنا لما يعني ما حصل لناش الموقف ده قبل كده، ما جاش لعيب دلوقتي مصنف افضل لاعب في العالم، محمد صلاح افضل لاعب في العالم. محمد صلاح بيعمل لك خدمة كبيرة في مصر، بيعمل خدمة كبيرة كبيرة قوي لبلده يعني، فيجب ان احنا نحافظ عليه. وبعدين احنا ما غرناش بقى ان محمد صلاح مصري قدر يعمل، يعني عندنا لعيبة كتير قوي، عندنا لعيبة ممكن تعمل صلاح. اسمع مني وانا بكلمك، يعني انا بشكر برضو وزير التربية والتعليم الحقيقة، لانه حط صلاح في مناهج التربية والتعليم. انا نفسي بقى الهدف يحطوا الهدف في محمد صلاح جديد. ايه هو؟ اول حاجة
محمد صلاح بقى قدوه للشباب، ممكن يطلع لعيبه كتير. انت قلت لي على اللعيبه اللي راحت شيك في النادي الاهلي 5 لعيبه، ودي خطوه جيده. انت تعرف يا كابتن اسلام، لو بدات باللعيبه الصغيره تقدر تتعلم الاحتراف الحقيقي، لانه هو اللي فرق ما بين صلاح وما بين لعيبه في مصر كتير. صدقني في لعيبه كتير قوي مهاريا كويسين وامكانياتهم الفنيه ممكن مش هقول لك زي صلاح، لكن يقدروا يعملوا حاجه كويسه. لانه وكمان يعني صلاح ده زي ميسي وزي كريستيانو، مش هيطلع الا واحد الا كل فتره، زي مارادونا في الارجنتين طلع فتره يبقى عندنا واحد صلاح، لكن يقدر يبقى عندنا 50-60 لعيب تحت صلاح، يعني زي 20-30 تريزيجيه. في لعيبه كتيره اللي بتلعب في اوروبا في الوقت الحالي. علشان كده بقول لك لازم نفتح شويه، افتحوا للعيبه، خلوا اللعيبه تنتشر في العالم كله بس من الصغر وليس من سنهم لما بيكبر، لانك انت بتتكلم في عقليه او عقليه احترافيه. يعني محمد صلاح اللي فارق معاه فكره كمحمد صلاح، فكره ازاي ان هو يخرج من مجد المجد تاني من غير ما يتأثر. اللعيب لما بيخرج بدري ممكن يتعلم الصفات اللي اتعلمها محمد صلاح. قعدوا يتريقوا البعض، يعني قعد يتريق على محمد صلاح، قال لك المينتاليتي بتاعت اللعيب الكوره لازم تتغير، فالناس اتريقت، انا اتكلم عربي بقى يا عم وبتاع مش عارف ايه. دلوقتي اعتقد ان الكلام اللي هو قاله ده من سنتين اعتقد او من 3 سنين، لما كان قبل ما يروح ليفربول كان في روما او في فاعتقد الكلام ده بيتم بيحقق دلوقتي، بمعنى ان الفارق ما بين محمد صلاح واي لاعب في مصر احترف في الخارج تفكير. تفكير والتزام. محمد صلاح ملتزم جدا. محمد صلاح يملك من الامكانيات في اللعبه نفسها سرعه فائقه. سرعه هائله جدا. يمكن عادل بيقول انا ممكن يبقى عندي كذا ولد ناشئ عنده الموهبه وعنده كل حاجه، بس ربنا مدي صلاح سرعه تفرق بيه عن اي حد تاني. صلاح لو اترميت له الكوره وراح بسرعته دي وراح على الجول بيعرف يتصرف دلوقتي. خلاص صاحب الشخصيه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي صلاح. عارف النوها وبتاع الحكايه مع اعتى اللعيبه موجوده مع الدفاعات القويه جدا، ففهم ايه المطلوب منه داخل المستطيل، وخاصه في البلاد اللي انت زي ما انت قلت اتدرج فيها من عند سويسرا لتشيلسي رجع لايطاليا. لا قبل روما كان في نابولي. اسمها فورنتينا. بعدين راح رجع تاني تشيلسي راح لروما. روما ومع مدربين ايه بقى؟ مورينيو يمكن فرق معاه يعني عنده كذا مدرسه اشتغل معاها. المفهوم اللي عادل بيقول ازاي بقى بيعلى يوم عن يوم يوم عن يوم يوم. النهارده فعلا النضج اللي هو فيه داخل الملعب وفي الشكل التنفيذي اللي هو تحت الضغط النفسي اللي بيطلبه منه عشان تبقى من احسن لعيبه وتتحط في من احسن 10 لعيبه في العالم وتروح على مسابقه احسن لاعب في العالم من ضمن احسن 3، عنده مجهود كبير جدا بيبقى تحت ضغط نفسي عليه. لازم هو نفسه صاحب الاراده دي، هو نفسه غير اللي انت بتتكلم عنه بقى الشق المصري اللي احنا النهارده بنتكلم عنه في مباراتين جم على ارض ما يتلعبش عليها كوره وطالبين منه ان هو يبقى الساحر علاء الدين جوه الملعب مع اي حد، ولو عمل كوره اسيست ولو عمل لرمضان صبحي كوره بسهوله كده وجيبها جول وما اعرفش ايه. اتمنى ان في لعيب عندي يقدر يودي لعيب تاني للجول ويتفانى، ما بيفكرش يشوط ما بيفكرش، بيدور على فرقته هو واحد منهم، بيدور على المستوى، بيدور على كاس العالم فعلا، بيدور على حاجات كتيره. خلي الناس فاهمه دلوقتي وربنا بينصره يوم بعد يوم. النهارده وامبارح هو ايه اللي اتغير؟ اقول لك ايه؟ خليه يتكلم شويه. اقول لك ايه يا كابتن؟ احنا قاعدين نسمعه. اسمع كابتن شريف، ايه اللي فرق محمد صلاح السنتين اللي فاتوا؟ في جوه محمد صلاح نفسه. محمد صلاح لو انت فاكر انه كم الجري اللي كان بيجري كتير قوي، محمد صلاح كان بيضيع جوان كتير. كان بيضيع جوان كتير ليه؟ لانه كان بيعمل كم جري كتير، فلما بيدخل على الجول الباور بتاعه بيبقى اقل. لكن دلوقتي هدي. محمد صلاح نضج نضوج كبير قوي، بيدخل. انت حضرتك قلت لي ان هو غير حاجه في نفسه. هي دي هقول لك. محمد صلاح كان في الجري الكتير جوه الملعب، ويمكن كان بيخليه لما يوصل على الجون، اي لعيبه كابتن بيلعب بيروح على الجون عشان يجيب جون بيبقى ناقص بالباور بتاعه مش اقل من 30 40 50%.
ليه؟ لانك عمرك ما بتجيب جون وانت واقف. طبعا انت لازم بتكون جاي من مشوار او جاي او بيتحرك كتير الحاجات دي. فمحمد صلاح كان بيجهد نفسه ازيد، كان بيجري كتير بيجري كتير بيجري كتير. دلوقتي خلاص محمد صلاح دلوقتي نضج لدرجه ان هو فينش. الاجوان بتاعته كلها رايح على الجون فينش. عنده باور 60-70% يعني. دلوقتي خلاص الدوري ازاي خلص الكره جوه الجون بقى قوي وهو رايح على الجون. ده اللي غيره محمد صلاح. عارف كان عندنا محمد بركات زمان، كان الناس لما تتفرج على محمد بركات كان يقول عليه ده مكوك ما بيقفش. محمد صلاح كان بيقف، محمد بركات كان بيعرف يخزن يريح ويعمل لعبه اثنين وبعدين يقف. بركات كان بياخد اللقطه الاخيره بس. ايوه ما هو ده ذكاء، ده بيريح له ربع ساعه. ما تدخلش جوه الجيم على طول، ما فيش حد يدخل جوه الجيم على طول ويبقى كويس، لازم تخرج. محمد صلاح دلوقتي اتفرج عليه ما بقاش يجري على اي لعبه، ما بقاش محمد صلاح يجهد نفسه في الحاجات اللي هو كان بيعملها قبل كده، علشان لما يروح على الجون تبص تلاقي الاجوان اللي جابه، في جونين ورا بعض جابهم، اللي هو الجون في مان سيتي واللي بعده وبعديه على طول الاسبوع. والنهارده النهارده برضه رقصوا 4-5، ده عدى من 5-6 النهارده وراح شايفها. لكن الاجوان دي اللي وقف بيها جوه ال 18 اللي خلاه يوصل انه ممكن يبقى عنده جهد في واحد واثنين وثلاثه واربعه مليان لسه في انبوبه الاكسجين الباور اللي عنده، لانه ما جراش كتير على رجله. فدي ما دي الخبرات ودي النضج. ومحمد صلاح الشاطر يعني تقدر تقول عليه لعيب شاطر عنده فكر، واللعيب اللي عنده بقى اسيستنج كمان ما هو ده فكر، بيشوف ساديو ويلعبها له ويشوف بقى بيفكر بقى بيركز. لا وبعد اللعيب لما بيركز في الملعب بيبقى حكايه تانية خالص، وخاصه لو كان لعيب كويس ادام ركزت وعندك كمان تقول واقف على رجليك خلاص تعرف تعمل الباس، تعرف تشوط، هتاخد القرار السليم. ممكن نشوف محمد صلاح تاني يا كابتن قريب في السرعات دي؟ لا صعب قوي. لا محمد صلاح بقى كله على بعضه سرعه. لا هنشوف حد هنشوف حد مدملك كده زي مارادونا. انما سرعه صلاح في الانطلاقات دي يا رب اتمنى يعني. ممكن تشوف محمد صلاح لو غيرت الناس المسؤوله عن محمد صلاح اللي هم يعملوا محمد صلاح. المنظومه نفسها. انت عمرك ما هتجيب صلاح اللي هتجيبه عشوائي، لان ما فيش منظومه تعمل صلاح في مصر. خلينا نتكلم كلام منطقي. مش هتلاقي. ولكن انا عشان كده بقول لك ايه، انا عاوز اتغلب على الموضوع ده، لانك ما عندكش التنظيم اللي ممكن يوصل لعيب يبقى بقوه محمد صلاح. انت تطلعه صغير علشان يبعد بسرعه عن الاخطاء اللي بنعملها هنا في مصر. انا بقول لك كابتن اسلام، اول اخطائنا انت بتشوف مدربين قطاعات الناشئين كلها، اول ما مدرب بيبطل كره بيحطوه كانها مكافاه في قطاع الناشئين. انت بتعمل ايه؟ انت اول اللعيب لما بيبقى عنده 5-6-7-8 سنين دي البدايه، انك انت لازم تحط فيه الحته الاحترافيه، تحط فيه المهاره، تعلمه كوره، تحط فيه كل حاجه. ده البناء البناء الاولاني. انت اصلا البناء الاولاني انت قلب الهرم، انت بتدي للمدرب الصغير فلوس اقل من الكبير. فايه اللي بيحصل؟ هتلاقي كل المدربين الكويسين بيجروا على فين؟ على فوق. بيجروا على فوق ان هم يمسكوا فرقه عشان يبقى في فلوس. لا، ادي للمدرب الصغير، ادي له رقم اعلى هيقعد لك لانه هيوفر لك اكتر. هوفر. تخيل انت لو جبت مدرب قوي جدا واديته فلوس كويسه قوي وطلع لك 10 لعيبه كويسين، هيوفر لك ملايين هتشتري بيها، تبقى انت اللي كسبان وليس هو. فعشان كده المنظومه لازم تتغير. اخيرا يا كابتن شريف، الدوري السنه دي هيبقى مختلف؟ دوري والله احنا يعني زي ما انت بتقول هيبقى مختلف. احنا بيتخللنا تصفيات كاس عالم وبطوله افريقيا وبطوله افريقيا انديه، عندنا كاس عرب، كاس عرب، عندنا حاجات كتير قوي بقت اقوى من الدوري. فما هي الا نافذه للراجل المدرب الفني بتاع كيروش بتاع المنتخب، انه بينظر من خلال في كل استراحه شويه كده بينظر على بعض اللاعبين الجدد اللي هو يقدر يجدد بيهم دم الفريق. أيوه. القومي يعني. كابتن عادل، الدوري السنه دي اقوى؟ هيبقى في توقفات وهتخليه اقوى كتير. توقفات هتخليه اقوى؟ لانه هيبقى في نتائج غير متوقعه. انت عارف لما الدوري بيتلعب على طول بيبقى الاقوى واللي شغال الاحسن، لكن انت لما بتعلى والريتم بتاعك ينزل تاني وبعدين تعلى تاني وحد تاني بيعلى، ففي تذبذب، فهتلاقي في يعني هيبقى في صعوبه شويه. او مفهوم الانديه اللي داخله جديد علينا ومفهوم الانديه كلها باللي شافوه السنه اللي فاتت، اعتقد هيكون عندهم يعني صراع اقوى. يعني احنا عايزين نقول ان الانديه اتعلمت دلوقتي
ان من بدري لازم يكون ليهم موجود يعني. فدي هتقابل الاربع خمس انديه. البرنامج اللي تقدر تعمله كمدرب في الوقت الحالي في انك انت هيبقى عندك 6-7-8 توقفات، انت هتتكلم على انك بتعمل اعداد بدني بيتخلله مهاري، حاجات كتير في الكوره يعني. انت ما تقدرش تشتغله بانتظام، فايه اللي هيحصل؟ بص تلاقي في نزول وطلوع. اكتر ناس هتتعب في الامر الفرقه اللي عندها لعيبه في المنتخب كتير. مزبوط. علشان كده الحاجه اللي هي انا سعيد بيها مدرب المنتخب ما بيعتمدش دلوقتي الا على كمان اللعيبه المحترفين بره، حتى لو مستواهم اقل شويه، بس هو بيعتمد عليهم عشان دوريهم منتظم. فاتمنى ان يبقى عندنا دوري منتظم. كل التوفيق ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا كابتن. انا كابتن عادل على وجود حضرتك معانا النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره ان شاء الله في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من البيت الكبير.